بيرفكت مع صالح الراشد. حورية الأوصاف حسن كفاتن يلهو كما يهوى بنا ويشاء. عيناك أحلام تزغرد بالمنى سحر تجلى فيهما وبهاء. شفتاك عصفور يعربد في دمي ويذيبني الإغراء والإغواء. حتى ظهرت فكانت فرح غامر طاف الوجود وكانت السراء. لا تسألن عنها ولا تستقصها فكلامنا فيها سدى وهباء. أسرار هذا الحسن فوق عقولنا وللناس في علم بذلك سواء. تلك هي نجمتنا السمراء الحسناء اللمياء. ترى من هي نجمة الليلة؟ النجمة لمياء طارق. النجمة لمياء طارق على ريد كاربت. اهلا وسهلا الحسناء السمراء اللمياء. اللمياء. مساء الخير صالح، مساء الخير حق تلفزيون الراي وحق كل متابعين الريد كاربت. اول شيء ابي اسوي شيء وايد حلو، بسوي لك كذي على راسي. الله يسلمك، لانه ما شاء الله يعني طول الحلقات اللي طافت برنامج مشاهد على مستوى الوطن العربي كله مش بس الخليج، يعني فعلا مذيع الحوارات، يعني ما راح اقول لك جريئه بس انه فعلا نقدر نقول نمبر 1 على مستوى الوطن العربي صالح الراشد. انت النمبر 1 وهذه ورود بيضاء بيضاء للمياء السمراء الحسناء. مشكور ما قصرت. على راسي كل الكلام اللي قلتيه لمياء، وانا جدا فخور ان انت في ختام وفي اخر حلقه من حلقات برنامج ريد كاربت الفنيه واخر ضيفه تختم معانا في ريد كاربت. انا وايد سعيد خصوصا ان انت قليله الظهور. اي طبعا. وانت قلت لي كلام حلو وانا قاعد اقول لك كلام هم حلو، بس هذا ما راح يمنع ان انا عندي وايد اسئله. اكيد طبعا اكيد. يعني انا يعني بالنسبه لي لمياء طارق ماده دسمه جدا صح ومثيره للجدل، فلهذا اليوم ما راح نطوف الفرصه في ان نسال لمياء الكثير من الاسئله. بس في شغله ابي اعقب عليها. انت قلت النجمه. أنا لفظ النجمة أنا ما أحبه لسبب، لأن النجوم فوق في السماء بعيد، يعني ما أحب بالنسبة لي أنا كلام يا طارق، ما أحب كلمة نجمة، أحب نفس حالي حال المتابعين الفانز المعجبين أي أحد، يعني يقول لي الفنانة المشهورة ينادوني باسم شخصية معينة أحب، لكن ما أحب نجمة. ليش؟ أولا أنا ما أدري منو أطلق كلمة نجمة على فنانين او فنانات الوسط الفني، ما ادري من وين جاي اللقب هذا، انا بحثت فيه ما له مكان معين. هل يعقل ان فنان صار له 50 سنه في الوسط الفني نقول عليه نجم او نجمه، وفنان او ممثل توه طالع في مسلسل وبالدارج اللي بنقولها يعني في الوسط الفني ضرب مسلسل ضرب توه ما صار له شهر او مسلسل واحد نقول عليه نجم او نجمه؟ ولكن انت نجمه، انت صار لك 17 سنه. انا 17 سنه بس كل انا لمياء المعروفه المشهوره. لا انت سوبر نجمه بس هذا تواضع منك لمياء. لان كلمه نجمه صالح يعني خل نفكر فيها، يعني شلون فنان قدير صار له 50 سنه او فوق ال 55 سنه في الوسط نجمه او نجمه وتو ممثل مسوي دور وضرب عشان فانزاته صاروا وايد نطلق عليه نجم او نجمه؟ في شيء غلط في المصطلح هذا اللي يمكن الصحافة أطلقته، ما أدري. الحسناء السمراء اللمياء. تعرفين شنو قايلين عنك الموسوعة الحرة الويكيبيديا؟ نشوف شنو قايلين. نشوف ماذا قالت الموسوعة الحرة الويكيبيديا عن النجمة لمياء طارق. بعد نجمة. لمياء طارق نجمة لمعت في سماء الفن منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي من خلال تقديمها لأهم الأدوار في الدراما التلفزيونية الكويتية والخليجية. في بحث سريع على صفحة الويكيبيديا تم تعريفها كالتالي: الاسم لمياء طارق،
ممثلة مصرية تعيش في الكويت من مواليد 5 سبتمبر من العام 1979 من برج العذراء. عن حياتها، هي حاصلة على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت. اكتشفها المخرج كنعان حمد عندما شاهدها وهي في السنة الدراسية الأولى في المعهد، واختارها للمشاركة في الثلاثية الأولى نوال في العام 1997، بينما كانت بدايتها الفعلية من خلال مسلسل القرار الأخير. توالت بعدها الأعمال الدرامية التلفزيونية، فقدمت حتى الآن 47 مسلسلا، كان أهمهم مسلسل زمان الإسكافي، القدر المحتوم، يوم آخر، وبعد صاحبة الامتياز، أزهار مريم، الوزيرة، رسائل من صدف، رصاصة رحمة، زوالة خميس، أحلام رابح، خيوط العمر، الثمن، المزواج، أول الصبح، بركان ناعم، كسر الخواطر، وكان آخر دور قدمته على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل تذكرة داود مع النجم داود حسين في العام 2014. أما للمسرح، فلم تقدم النجمة لمياء طارق سوى مسرحيتان فقط، هما مسرحية جمعان والأمريكان في العام 2004، ومسرحيتها الأخيرة أمل في مملكة النمل في العام 2006. كما قدمت للسينما أيضا فيلمين سينمائيين، هما فيلم شباب كول وفيلم كيوت في العام 2008. أيضا فقد قدمت النجمة لمياء طارق برنامجين تلفزيونيين كمقدمة للبرامج، هما برنامج سر الطبخة وبرنامج كاريكاتير. النجمة لمياء طارق استحقت وبجدارة أن يفرش الريد كاربت تحت قدميها الليلة لتكون نجمة الحلقة لهذا الأسبوع. استحقت وبجدارة أن يفرش الريد كاربت تحت قدميها الليلة النجمة لمياء طارق. ما مدى دقة المعلومات اللي تم ذكرها في الويكيبيديا الموسوعة الحرة؟ صح 5/9، ما راح أقول مواليدي، أخاف وايد من العين. قالوا 79. ما أنا أخاف من العين. تبينين أصغر؟ يعني إن شاء الله. 24. والله أنا أتوقع عمري 5000 سنة يمكن. ليش؟ لأن وسط الفني 17 سنة. أحس إن كبرت؟ كبرني خبرة وايد، صارت في المجال الفني، أحس كذي يعني 5000 سنة صرت من أيام الفراعنة يمكن. كمسرحيات عندي في ناقص مسرحية لمياء والفتى الخارق، كانت من إنتاجي أنا، وفي بعد يربي مسرحية ثانية في قطر بس ما يحضرني اسمها الحين، مسرحية ثانية يعني أتوقع 5 أو 6 مسرحيات مش أكثر. والأفلام قالوا فيلمين؟ فيلمين، لا فيلم واحد، فيلم كيوت فقط هو اللي أنا سويته، شباب كل، لا مش أنا وبس. والأعمال هذه تقريباً أعمال كلها؟ يعني هي أكثر شيء يعني، هو بعد يوم آخر، بكريم، برقبة سبح حريم، زوارة خميس، قرار الأخير، القدر المحتوم، هذه الأعمال اللي على قولتهم ضربت يعني. والبرامج التلفزيونية قالوا برنامجين؟ كان عندي بعد برنامج إذاعة اسمه واصل، كان مع المعتزلة الجميلة نهى نبيل، نوجه لها تحية. أحس في شبه بينك وبين نهى نبيل، مو في الشكل، في الصوت، ما ادري يمكن. عشان كذي كونته ثنائي ناجح، البرنامج حقق نجاح كبير وقتها. ايد نعم، لانه كان في رمضان يمكن، ما ادري صالح. انا يعني انا احب اتاقلم مع الناس، انا تحبني مع اي حد تلقاني تاقلمت على طول. انت جميله يا لمياء بكل حالاتك، راح نشوف اليوم مدى صراحتك، جرأتك وشجاعتك من خلال الريد كاربت. وبعد ما استقبلوك الباباراتزي على السجادة الحمراء، الحين لمياء راح ننتقل مع مجموعة من الصور الخاصة فيك وعليها الكثير من الأسئلة. Are you ready؟ أوكي. نعرف كلنا أن نجمتنا من بداياتها وهي تحب الستايل والظهور بلوكات مختلفة وجريئة. اللوك الثاني نشوفه مع بعض، ظهرتي فيه من قبل، كنت طبعا امتن بهذا اللوك. اي لحظه، وكنت لابسه درس وايد غريب. اي بس هذا اللوك على فكره، هذا تركيب،
هذا مو حقيقي؟ لا لا لا، هذا تركيب. شوف احنا لازم نبين حق الناس يعني هذا الدرس مش حقيقي. هذا وفي واحد ثاني بعد اللي هو الفوشي على المخطط اسود فاحمر ما شنو هذا، لان احنا كنا نبي ننتقدك وايد في ان الستايل مو حلو والالوان مو حلوه. اللي يعرفني اكيد مو انا. في طاووس ورا وفي عصيان وخشب. شوف شوف هذه هي الصوره الثانيه، هذا تركيب. وفي بعد صوره ثانيه في النت، هالصورتين تحديدا انا المصور عادل فارسي اوجه له تحيه، رحت وياب لي يعني يا طل رسم لي شلون طريقتهم انهم شلون مركبين راسي ودنيتي على الجسم هذا الغريب. انا وايد سعيد في ان هذه الصوره قلت ان هي تركيب عشان بين حق الناس. هذه تركيب. في صوره ثانيه اللي قاعده لابسه تنوره اسود مخططه بابيض، هذه احنا ما او تيشيرت فوشي شيء كذي، يعني حتى الوان كلش انا ما البسها. ليش يسوون كذي من وجهه نظرك لمياء؟ يعني نقص؟ مو نقص صالح، تدري مثل ما في 10 يحبونك في 100 يكرهونك، هذا في كل مجال يعني الوسط الفني عشان علينا الاضواء، بس هذا في كل مجال ترى، مجال الاطباء، مجال المهندسين، المحامين، في حب، في حقد، في كره، في من تحت لتحت يزلقونك، عادي طبيعي تعودنا. فهذيلا يعني نحطه يعني بنحط لابسه قصير، بنحط لابسه طاووس، انا مستحيل البس طاووس وقصير مستحيل يعني. شنو اكثر لوك ظهرتي فيه وندمت انك سويتي؟ لوك ندمت اني سويته؟ ما في لوك ندمت اني سويته، في مسلسل ندمت اني سويته. شنو المسلسل؟ حلقه من مسلسل اسمه الساكنات في قلوبنا، كانت حلقه وليومك متندم ان انا سويتها. شنو هي الحلقه؟ شنو كان الدور او الشخصيه؟ الدور الشخصيه كانت حلقتي طبعا مفصله متصله، ان طبعا في المجتمع السعودي كل المجتمعات على عيني وعلى راسي عشان باكر بس لا يقولون فلان وعلان ومجتمعات، كل المجتمعات فيها الخير والبركه وفيها الشين وفيها الزين، ان اغتصاب في عندهم. اديتي دور فتاة مغتصبة. هذا الدور مع انه سووه بطريقه ما تخدش العين، بس هم ستيل انا مستغربه شو سويته. ما حبيت ادائك على الشاشه؟ مش ما حبيت ادائي صالح، ما حبيت في المشهد واحنا قاعد نصوره نعيد 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 ريلينج، طحت تعرجت انعكفت ريلي، فاضطر الممثل انه ينزلني من السياره. هذه طبعا قامت الدنيا وانقلبت، وفعلا معاهم حق في هذه، يعني انا وايد انت تعتذرين عن هذا الدور؟ اعتذر ومعترفه انه مسلسلي هبل، وسويت فيه حلقه ثانيه، يعني سويت فيه حلقتين، الحلقه الثانيه طبعا كانت وايد افضل من الحلقه هذه. الحلقه هذه اعذروني كل اللي يحبوني، يمكن لو ما كنت طحت، هو اصلا الحلقه في حد ذاتها جريئه، وبعد طحت وانه يعني كان مفروض انه يمسكني من ايدي عشان ينزلني، هذه في حد ذاتها سببت لي وايد مشاكل كثير على مستوى الشخصي. انا قبل الجمهور يحاسبني، انا عندي ناس في البيت يحاسبوني طبعا، فسببت لي مشكله كبيره كبيره كبيره. بس دي فنانه ممثله. فنانه ممثله بس يعني احنا في الخليج. نعم. انت في الخليج ابتسم. ومن المهرجانات والمقارنات واللوكات ننتقل الى الاعلانات. نجمتنا لمياء طارق ما خلت دراما ومسلسلات ما شاء الله، ومسرح وسينما وتقديم، وايضا قدمتي اعلانات تجاريه في الصوره قاعد تعرضين العبايه والشيله لاحد الشركات التجاريه. اي سنه؟ 2011. كم تقاضيتي على الاعلان؟ وايد مبلغ، تعترفين انه هو مبلغ يرضي لمياء طارق. في حزه في سنتها، لان بعدها سويت اعلان ثاني اكثر. تقولين السعر كم؟ اخاف بالعين. لا بس لا. يعني وايد. 50,000 دينار؟ اقل بشوي. هذا الاعلان اللي فات؟ اللي فات مال المجوهرات. اي سنه عن سنه قاعد يزيد اجرش طبيعي. حتى الاجر قاعد يزيد طبعا. شنو العلاقه بين الفن والاعلان؟ علاقه يعني عرض وطلب، انت عندك شيء تبي تعرضه، تدور على نجم او نجمه يبرز لك هذا الشيء، الناس يحبونه، الناس الله فلان لابس شيء الفلاني، اكل الشيء الفلاني، الناس تحب، تدري يعني في جمهور يحب. ف تتوقع ليش اختاروا فنانه غير محجبه عشان تسوي هذا الاعلان؟ لان العبايه مو كل المحجبات يعني يلبسونها، مش مشترطه على المحجبه، يعني في بنات مو محجبات الحجاب، لان ما في نجمه محجبه. وعلى فكره الشركه هذه مو بس لمياء اللي سوت عندهم، هو كل سنه يختار نجمه، يعني هو مو بس لمياء كل سنه يختار نجمه، فما كان مقتصر علي انا تحديدا.
العبايه واللفه، ان كل سنه كان يختار نجمه هو. احنا سالنا يعني اكثر من نجمه اللي سووا هذه الدعايه في انه ليش دائما يختارون الفنانه الغير محجبه لعمل هذا النوع من الاعلان. هل تشوفين يمكن هالسنه يسوي مع محجبه؟ ايش درك؟ انت سمعتي انه؟ لا ما سمعت، بس يمكن. ايش درك؟ فكرتي في الحجاب لميا؟ طبعا هذا الحجاب مو شيء مزاجي، هذا فرض، بس متى ما الله يهدي ان شاء الله ان شاء الله. يعني في نية لأن تتحجب؟ يعني في هو مو سالفة في نية، احتمال أن يوم من الأيام نشوف لمياء طارق محجبة؟ طبعا هو هذا فرض صالح، يعني هو مو شيء اختياري، هو شيء إجباري، بس ما تدري متى، يعني نصيب، كل شيء نصيب، متى ما الله هدى الواحد وكتب إن شاء الله خير. إذا تحجبتي راح تعتزلين؟ أكيد. ما راح تمثلين وانتي محجبة؟ مع احترامي لكل الفنانات المحجبات اللي يمثلون، مع احترامي لهم لأن طالعين محترمين حجابهم، لكن أنا كلمية أكيد إذا وصلت المرحلة أن أنا بتحجب خلاص. بس الصورة التالية عند الكوشة والفستان الأبيض، يا لهوي نشوفها مع بعض، فنبنعرف هذه الصورة كانت من أي مسلسل ولا كانت لزواجك الحقيقي؟ لا لا، هذه كانت مسلسل الثمن. إيه؟ سنة 2010. مسلسل وايد أديتي دور العروس في الأعمال. وايد فما بيأسألك كم مرة صورتي؟ لا وايد، ان تو الحين بعد في المسلسل هذا الاخير مسلسلي في امل، لان ان شاء الله راح ينعرض في رمضان، هم صرتي فيه عروس؟ اي فلا وايد عروس وايد. وفي الحياه كم مره لبست لمياء طارق الفستان الابيض؟ لبسته مره واحده سنه، كان اول يعني اول زيجه لي 8/9/98، كانت كذي بالضبط 8/9/98، بعد عيد ميلادك بكم يوم. هذا كان اول زواج لك؟ اي. سويتي عرس يعني؟ كان عرس كبير، وحضر كم يعني في كم فنانه يوني وقتها. حبيباتي طبعا سماح واحلام حسن كانوا موجودين في عرسي. وبس هذه اول فرحه يسوونها. اول فرحه. تزوجتي مره واحده ولا اكثر من مره؟ يعني الحمد لله. كم مره؟ الحمد لله. ما تبي تقولين؟ الحمد لله. لمياء طارق، الكل يسأل عن حياة لمياء طارق الخاصة وعن زواجك. لمياء خاشة هذا الموضوع وحابة أن أنت تحتفظين فيه بشكل كامل، لماذا يا لمياء؟ صالح، أنا حياتي غير الخطوط الحمراء دوائر ومربعات ومثلثات حول حياتي. أنت اليوم وبجدارة فعلاً يعني شبوبا حقك شلت مثلث من الأضلاع واخترقت، لأن أنا إني أي برنامج حواري فني وأتكلم عن أشياء غير المسلسلات وصريح هذا وجريء، هذا في حد ذاته إنجاز، وأنا قلت لك شبوبا حقك يعني. الله يسلمك، أنا سعيد أكثر. فحياتي بالإجابة عاد، حياتي أحبها لنفسي، الناس عاد ما راح يهمه وأنا تزوجت طلقت، إلا إذا خطاطيبي وايد حتقولوا لي بلغوني خل أريحهم. زين عشان نسكت الناس والإشاعات اليوم على ريد كاربت. إشاعات؟ أنت أكيد سامعة وايد لمياء تزوجت تطلقت. أوكي بريحك، حنشت فيها. أوكي بريحك. أنت متزوجة حالياً؟ حق كل الناس اللي يبون يدرون أنا شنو حالياً، حق كل الخطاطيب خلينا نقول اللي واقفين، طبعاً ما في خطاطيب ولا شيء، ما قلت لي في خطاطيب. في أنت عارفة إنه في. أنا إنسانة مرتبطة جداً، سعيدة في حياتي. خلاص خلوني في حالي، اكتفي بهذه الإجابة، نقطع السطر غير سؤال. عندك أبناء؟ لا للحين الله ما كتب، إن شاء الله ادعوا لي. إن شاء الله يا رب الله يرزقك إن شاء الله. وفي البرنامج الجاي نشوف لمياء مع لمياء وتوابعها. لمياء وأطفالها، هذا اسم عمل يصير، الله يتمم عليك. الله يسلمك. وكلمياء قالت وبصراحة أنها هي امرأة متزوجة ولا حد يدخل في حياتها الخاصة. نشوف الصورة اللي وراها لمياء، صورة تجمع بينك وبين امرأة، منو هذه؟ ماما. هذه الوالدة، احنا كنا شاكين ترى. لا امي. شنو تقولين لها؟ ماما اليوم هي قاعدة تتابعك. احبك وايد. امي يعني ايش اقول لك؟ امي خذيت منها الحنية، التربية، ابوي دلع وايد، ابوي خراب، ابوي انا اقوله على الهوى، ابوي دلع، عنده كل شيء دلع، يعني انا ماخذة كشختي، اناقتي، دلع الوناسة من بابا، لكن أمي لا، أمي شوي شديدة صارمة يعني، وإحنا يهال يعني ما في طق،
كانت مشجعة على دخولك المجال الفني؟ لأن دراستي صالح هي وهذا أنت شيء يعني أنا يعني شنو يعني أنا داشة مجال تمثيل وإخراج شنو دكتورة؟ أكيد بصير يا مخرجة يا ممثلة طيب لا ثالثة لهما يعني طيب شو اسمها الوالدة؟ لا أخاف ليش تسأل؟ أنا كذي السؤال يا على بالي. ليش كده تعرفون اسم أمي؟ أنا كذي نسأل ما راح يسوي سحر. أخاف لا إلا السحر أرجو كل عاد يبني طاري السحر. ها شو اسمها الوالدة ما تحبي تقولين؟ لا. إذا أم شنو؟ أم أحمد. أم أحمد أنتوا كم أخو أخت؟ إحنا ثلاثة من أمي وأبوي. إيه. ثلاثة من أمي وأبوي. بنات ولا شباب؟ أنا وأختي وأخوي أحمد. ما لهم شغل أبداً في الوسط الفني. لا أختي أم الجود أصغر مني. إيه. ستايل أبابة أباضية مسكتة رح نتكلم إحنا عن العوائل الكرام إيه. وأخوي أخوي لا أخوي يدرس حاليا في الجامعة لحين ما خلص آخر كورس لا إن شاء الله يتخرج الله يخليكم هذا من أمي ومن أبوي من أبوي عندي إخوان عندك إخوان وأخوات ثانين وجلهم كلهم أكيد. تحية منو أكثر أخو أو أخت تحس إن في شبه بينك وبينه بالشكل أو بالأطباع لا أنا شبه أمي وشبه عمتي عمتي ممكن أقول لك اسم عمتي لأن معروفة كانت ناظرة كبيرة في الكويت. إشمعنى عمتك تقولين والدتك؟ لأن عمتي يعني عمتي اسمها صفي ناز. صفي ناز. صفي ناز. إذا والوالدة. لا إيش تبون؟ صار عندي بلاغة شفة الحين. إيش تبون أمي؟ إيش حقه؟ الله يخليها لك إن شاء الله. وتحياتنا أكيد لأهل أبابة ترى قاعد ضحكني وايد لما يعني المفروض أنا ما أضحك خصوصاً إن هي ختام. الحلقات الفنية ختامها مسك يعني ختامها بس من غير اسم أمي اشتبوه باسم أمي ليه؟ من إيه؟ نروح حق الصورة الأخيرة في كواليس مسلسل أميمة في دار الأيتام الله. صح لمياء؟ هذه في أميمة الله. بدار الأيتام مثلتي دور طالبة بالثانوية ونكون واقعين أن أنت أكبر كنت يعني تقريباً إيه في الثلاثينات يعني داشت إيه؟ هذا المسلسل ومسلسل ثاني سكن الطالبات شلون اقنعتي المشاهد ان انت في المرحله الثانويه زين ممكن انا ادري ان انت ما يصير حق الضيف انه يسالك بس ممكن اسالك اي انت حاله خاصه اقنعتك ولا لا جدا بس يعني هو شنو السر شلون تقدر ما في ميك اب الحركه ترى الطفله المراهقه تكون حركتها غير حركه في العشيان غير حركه الليدي جدا يختلف الموضوع تفاصيل صغيره على تركيز اكثر على المخرج يعطيني مثلا الاداء شلون صاير الحمد لله يطلع كذي بصراحه ايش رايك بالمسلسل فظيع انا هبه مشاري حماده يعني طبعا حبيبتنا هبه مشاري حماده هذا الحين خامس عمل لي معاها ام نرويحه الينا هي اكثر مؤلفه انا اشتغلت معاها انت مقتنعه ايضا في دورك في مسلسل ابو كريم برقبته سبع حريم اي صدق انه كان يعني صغير مساحه الدور مو كانت صغيره هو كان لا هو كان ياقوتة اي كنت تعتبرينه انه يعني اكبر من مساحة نظيراتك متساويين يعني هبه لما تكتب مسلسل تساوينا كلنا اذا خطك مو مكرر وايد شفناه في الافلام العربيه المصريه القديمه والله ما ادري اذا مكرر او لا بس اللي عارفه ان المسلسل الحمد يعني حلو البنت الخياطه المغلوبه على امرها اللي تحب الام رايلها ما ترضى حلو يعني قريب في وايد بنات اكيد لامستهم انا يعني بهالدور في الصوره اللي شفناها من شوي كانوا معاك فاطمه صفي شجون وثينة الرئيسي وهدى حسين منو الاقرب لك كلهم بس كعمران منو الاقرب تتواصلين معاها صديقتك اكثر الحين حاليا فاطمه صفي معي في ام نرويحه الينا بس اني كاتواصل يعني صالح انا بعيد عن كل الفنانات كل ابوهم على عيني وعلى راسي لكن زميلاتي ممكن اتواصل معاهم لما يكون عندنا مسلسل يعني في حزتها نتواصل بس طيب. انه بعد المسلسل خلاص لا ما عندي تواصل منو زين من الفنانات اللي شفناهم في الصوره يقنعك ادائها اكثر كلهم يقنعونك ولكن من تعجبك اكثر خلينا نطلع هدى نطلع اكيد لان هدى. يعني هدى حسين يعني قمه أكيد. وهرم من أكيد. اهرام الفن الكويتي شوجي وفاطمه اذا بقارن بينهم شوجي وفاطمه وبثينه فاطمه نمبر 1 وبعدها شوجي بعدها بثينة حلو برايت شجون انتهت فنيا لا شوجي اسطوره اسطوره انت شفت مايكل جاكسون شلون اسطوره شوجي اسطوره يمكن هي تمر بظروف
تمر بناس حولها ما ساعدوها ما نصحها، ترى النصيحة جدا مهمة، مو معناته أن أنا أكون في الوسط الفني اللي حولي صفقولي، أنا عندي ناس كاهم يأكلوني إذا سويت شيء غلط. أنت الحين في كلامك تناقض، من شوي قلتي أنه مو معقولة أحد توا بادي بالفن ونقول عنه نجم. هو مش نجمة، أسطورة. أسطورة ديفا. تدري ليش؟ على سعاد عبدالله وحياة الفهد. سعاد عبدالله وحياة الفهد ذيلة فنانات قديرات. الشجون أسطورة. حق ناسها، حق جمهورها. تدري جمهور شوجي إيش كثرة؟ لو كنت في عمل أنت وشجون منو اسمه قبل؟ أنا طبعا. منو النجمة اللي خذت أكبر من حجمها إعلاميا؟ عندك قدرة تقولين؟ إعلاميا خذت أكبر من حجمها؟ إيه يعني عليها يعني الإعلام عطاها ولا الفانز عطاها؟ الإعلام. لا أنت ما تقول الإعلام، الإعلام من وين قاعد يجيب؟ الإعلام من وين قاعد يجيب؟ ساعات الإعلام يكبر أشخاص وممكن الفانز الناس ما يكون لا الناس يحبها. الناس إذا حبت شخص الإعلام راح تكبره صدقني. السمراء اللمياء الحسناء الله يبعد عنك الشمطاء. يا امين يا رب. في فنانة شمطاء؟ لا ماكو. هو تعرف ايش يعني معنى شمطاء صح؟ هو ار يو ويرينج تونايت لمياء. ام ويرينج تونايت عاليه لسهيم رومانس كولكشن، هاي رفيقه دربي معي على طول ملازمتني. ميك اب طبعا صاحبه الانامل المبدعه روال ركيبي، ميك اب وشعر. بسأل أنا عن التفاصيل الحين. تفضل. دام فضلك التراتشي. التراتشي طبعاً أحجار كريمة من رومانس كولكشن. نايس. الخاتم. الخاتم والبريسلت ألماس بس ما أدري من وين، يعني محل عادي يعني مش ماركة أو شيء، مش براند. أوكي. والساعة. هذه فرانك ميلر. نايس. والشوز. شوز كروكودايل. ممكن نشوفه؟ أي طبعاً. أوكي. كروكودايل. الباق بوتيغا كلاتش بوتيغا. وشنو بعد تقدر تحبين الماركات لمياء؟ وايد. على طاري الماركات، انا حياتي العاديه احب البراندات بس احب البساطه النعومه جدا. فمن تعرفت على عاليه السهيم هي يعني انا اذا بجي لك الحين من غير عاليه استنكر البس كذي تذكر من 6-7 سنوات يوم جيتك شلون كان لوكي؟ وايد كاجوال. كاجوال شيك بسيط. صحيح. استنكر. انا عاليه حبيت عيونها يعني تحب تلبسني بعينها فتعرف تفصل لي المناسبه على الايفنت على المسلسل. هي معاي كولكشناتي كامله من عاليه لسهيم سواء في مسلسلات في اعلانات في مثلا تكون معاي في حياتي انا الشخصيه. فانا احب الكاجوال. هي لا هي تحط لي. انا ما احب اللون الاحمر على فكره. هي تحب الاحمر علي العنابي تموت علي يعني فحبيت عينها في هالشيء. القالب غالب يا لمياء وتحياتنا للمصممه عاليه لسهيم. عندنا وايد اشياء والمانشيتات والباباراتزي. يا لهوي. الحياة الإعلامية للنجمة لمياء طارق راح نسلط الضوء عليها مع وكالة يقولون. قلتي قالوا يقولون وما يعني أدراكي ما يقال أدراكي بقى. ويكثر القيل والقال بقى عن لمياء طارق. في مرة القيل والقال بتش لمياء طارق؟ لا أبدا. ما يهمك أبدا لا في بداياتك ولا في المراحل اللي أنت فيها الحين. ما يهزك ريح. من وين أتت هذه القوة لمياء طارق؟ يمكن انا شخصيتي باسي قوي، شخصيتي قويه ما ولا فقدت الاحساس؟ لا حرام عليك، يعني انا ممكن الجود تبكيني بنت اختي. الله يخليها لك. الله يسلمك. لكن جريده باسي قوي. خلينا نشوف مدى قوه باس لمياء طارق. قلتي وصرحتي في لقاء خاص مع الصحفيه نيفين ابو لافي لجريده القبس التالي: لمياء طارق دمي ثقيل على الخشبه. كما ذكرتي بأنك ترفضين تصوير مشاهد متأخرة ليلاً. أولاً شلون دمش ثقيل على المسرح لمياء؟ حالياً في العمر اللي أنا فيه سألتني ليش ما نشوفك في المسرح؟ قلت لها قمت أستثقل دمي يعني ماني في العمر اللي ممكن أسوي شو ولا أني أناقز ولا
أنا في وجهة نظري أنا لمياء ما أقدر يعني ما أحس إنه صاير دمي ثقيل. يمكن في الطبيعة يقول في أحد قايل لك هالكلام إن أنت صاير دمك ثقيل من الجمهور؟ لا. أو ما خذيتي سكسة أو تصفيق؟ لا بس من وين جبتي هالنظرية؟ ما أدري يمكن غلط يعني هو مو بس أنا أحس كذي، أحس إن أنا مستثقلة دمي على المسرح، خصوصا إن أنا ما أقدر أرتجل. يعني إذا كان مكتوب بشكل حلو راح أديه نفس ما هو مكتوب طبعا بتوجيهات المخرج، أما إني أطلع وارتجل على المسرح أحس إن راح يصير دمي ثقيل. أنت قاعدة تتكلمين عن المسرح الكبار؟ أكيد. والأطفال؟ لا أطفال ما عندي مشكلة، يعني أنا صرحت من قبل طبعا في عندنا ما شاء الله يعني الحملي من المسرحيات من المسارح اللي تشرف يعني حاليا في الوقت الحالي آخر 5-6 سنوات، مسرح أحمد إيراج، يعني أكثر من شخص ما بيأذكر أحد وأنسى أحد. إذا برجع مسرح أطفال راح يكون يعني مع هالأشخاص أطفال. هل تشوفين نفسك أن أنت لا تصلحين تماما للمسرح عشان كذي صرحتي هذا التصريح؟ أنا خريجة مسرح فكيف لا أصلح تماماً؟ علاش قلتي أنا دمي ثقيل؟ دمي ثقيل في مسرح الكبار اللي فيه ضحك وارتجال وممكن استهزاء وا 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 لخ، دمي ثقيل ما أقدر. بس أنت مو فاشلة مسرحياً؟ ما أتوقع أن أنا فاشلة مسرحياً. وبشنو فشلت لمياء طارق؟ فشلت في البزنس في مجلة سويتها، فشلت فيها فشل ذريع. إن شاء الله الحين في البورصة والعقار ما أفشل. أنتي تأثرتي بصاحبة الامتياز كانت بطلين مجلة؟ لا هي مجلتي على فكرة، هو نايف الراشد في وقتها استعان بالمجلة طبعا أنا وشركائي، مجلة مذهلة كانت مجلتي، بس فشل ذريع خسارة فادحة. التحفظ المبالغ فيه اللي صرحتي فيه عبر لقاء بأنك ترفضين تصوير مشاهد متأخرة ليلا، ما تعتقدين أنه يتعاكس مع مهنية الممثل؟ هو مش يتعاكس، أنا داخل الكويت هذا أول بند في العقد، كل عقودي يعني المنتجين يدرون الساعة 11 بالليل أطلع من اللوكيشن، ولكن يي مثلا مدير الإنتاج ترى اليوم آخر يوم لنا في هاللوكيشن، ترى اللوكيشن بندشة الساعة 8 بالليل تطلع منه 8 الصبح، فتصير تنازلات بسيطة إذا كان في الكويت. إذا كان تصويري خارج الكويت يعني ما عندي مشكلة، لسبب لأن أنا ما رح أرجع إلى بيتي، ما في جيران رح يشوفون لمياء أراد البيت الساعة 1 و2 بالليل، لا يعني راح ارجع فندق لان انا اصور خارج الكويت. انت تمشين على المجتمع، المفروض الجيران يقدرون ان انت ممثلة، او ممكن كنت تكونين دكتورة لو انت طبيبة ممكن يصير عندك خفارة للفير؟ لما يكون شيء اضطر ان انا اتاخر، بس هو مو 90 يوم تصوير مسلسل كل يوم برجع الساعة 3 و4 الفير، خفارة 3 و4 الفير. يعني بمعنى ان انت ما تبين تعطينهم وي؟ مو ما اعطيهم وي، انا ما اقدر يعني، حتى انا الساعه 12 توني قاعد اقول لك بنام الساعه 12 بالليل تلقاني خلاص سندريلا، مسميني سندريلا تلقاني خلاص، بس الساعه البيولوجيه مال جسمي خلاص تنتهي الساعه 12 بالليل، وانا عودتها على كذي، انام مبكر واقعد مبكر، نام بكير واصحى بكير، شوف الصحه كيف بتصير. فلمياء معنى كلامك ان انت مو صراحه تماما هالتصريح؟ بلا، ان انت ما تحبين تاخرين بالليل، هذا ترفضين. اول بند في العقد، اي عقد تلفزيون في الكويت، بس هذه مو يتعارض مع الاحترافيه كبروفيشنال؟ لا ما له علاقه، هذا يتعارض مع انا امراه، عادات وتقاليد، جيران، بيتنا، اهلي. لمياء ليش وايد صايره يعني تتكلمين عن العادات والتقاليد، وايد مهتمه للمجتمع؟ طبعا لازم اهتم للمجتمع، راح اهتم حق منه؟ بس انت ممثله يعني الممثله يعني ايه؟ يعني عندك جراه، عندك اعمال وشخصيات قاعد تسوينها. اي بس انه ستيل في رادع، يعني انا يعني لي كبير في شيء ارجع له، في ناس لا أهابهم أخافهم قبل، يعني قبل الله الجمهور يحاسبني. هم مثل منو؟ مثل أهلي. يعني ما أقدر، يعني هو مو أم الحين مانعيني على فكرة، أهلي أكثر ناس يقدرون. يعني أنا لما يعني أشتكي مثلا في الوقت الحالي إنه واي تعبت، واي قاعد أرجع متأخر، واي ما أدري شنو، مو قاعد يلتزمون بين الساعة 11 أطلع من اللوكيشن، قاعد يقولي ما يخالف، يلا هانت رمضان ما بقى عليه شيء، هم يهونون علي تخيل، لأنهم واثقين تماما ان انا وين انا في التصوير اكيد، بس انه يعني هم يهونون علي، اهلي اللي هم انا اهابهم يهونون علي في سالفة التأخير هذه. الفن بالنسبة لك هواية ولا مهنة؟ مهنة. الادوار اللي سويتها لمياء طارق في مشوارها الفني تعتبر جريئة صح؟ أيه. يعني أنتي مثلتي مثلاً دور البنت الشيطانة. أنا أول واحدة تقريباً في الوطن في الخليج العربي مثلت هالأدوار. نعم. إيه ما تشوفين إن الحين هذا اللي قاعد تقولينه كأنه شوية نوع من أنواع الانفصام في الشخصية؟ لا مو انفصام، ليش؟ العمر
يعني أنا لما أمثلت 18 19 20 أيا كان عمري، غير لما أكون في العشرينات، غير لما أوصل للثلاثينات، مستحيل. أنا إنسانة عشت مراحل عمري مضبوط، يعني عشت كل مرحلة بحلاوتها بدلعها بمرها بكل مسؤولياتها، كل مرحلة من عمري عشتها. ففي أدوار أقدر أسويها وأنا في العشرينات، الحين ما أقدر أسوي أنا دور البنت الشيطان اللي ما تسمع كلامه وأبوها غير مقنع. بس ممكن تأدين في الثلاثينات دور امرأة شيطانة، بس يعني امرأة بس مو مثلا رغد في القدر المحتوم. بس أنت مثلتي دور بالثانوية في أميمة في دار الأيتام، بس مو شيطانة، هذه قصة يعني قصة مختلفة. حن هو الموضوع في الكاركتر، في الكاركتر في العمر. زين ليش هالأفكار اللي قاعدة تغيرت؟ أنت مو ممثلة لمياء، خرجت معهد، ما له علاقة، هم الناس بيصدقون اللي أنت قاعدة تسوينه على الشاشة. وأمثل الأدوار اللي تلوق لي أنا كعمري الحين. يعني مثلا نص ياني، إنزين طبعا أنا مثلت أميمة من 4-5 سنوات، الحين إذا ياني سكن الطالبات نفس الشيء 2010 مثلتها، الحين إحنا 2015، الحين مستحيل، يعني غير مقنع ان انا اطلع بنت في الثانويه، غير مقنع. يعني انا يعني انا حتى لو شكلي صغير انا ما راح اقتنع، يعني اعطوني ليدي، اعطوني اي دور غير انها تكون بنت في الثانويه او انها شيطان، او غير مش مقنع. الام متى راح تادين امياء طارق؟ ادي قاعده ادي ام، انا من زمان اديت لا ام مثلا اديت ام شباب اعمارهم 20 18. اتوقع انا لو كنت من 8 9 98 جبت طفل، كان الحين كم عمره؟ 17؟ 17 تقريبا، اي 16 سنه. فليش لا؟ ليش لا؟ مقنع جدا. انا احب الشيء المقنع. صالح اقنعني اقنعك. قالوا بعد ما تفاجأوا الجمهور والصحافه والاعلام بظهور النجمه لمياء طارق في لوك جديد ومظهر مختلف تماما في مجله هي، فكان المانشيت عنش كالتالي: بالفيديو والصور صدقوا او لا، هذا هو شكل لمياء طارق، احنا قاعد نشوفه على الهواء. وفي مجلة زارة الخليج كان المانشيت أقوى وكان كالتالي: لمياء طارق تقلد أحلام وكيم كارداشيان. وفي المقال تم ذكر التالي: البعض تكهن بخضوع لمياء طارق لعدد من العمليات التجميلية مثل تعبئة الشفاء وإبر نفرتيتي وتعديل للفك. وأيضا قالوا: ما ارتدته لمياء طارق من أزياء واختيارها لوضعيات التصوير كان مطابقا لإحدى طلات كيم كارداشيان. دافع عن نفسك. اللوك الأخير اللي صورته طلعت الحين، اللوك من مقارنة. المقارنة يعني يمكن إحنا اقتبسنا. أي. اقتبسنا من. نشوف، خلينا نشوف المقارنة. إحنا حاطين لك المقارنة أيضاً، إذا نشوفها مع بعض على الهواء هني. يمكن هي شوي بعيدة ولكن أنتي عارفة الصورتين. أي طبعاً. كم يعني؟ أنت تعترفين في أن أنتم مقتبسين من كيم كارداشيان؟ نعم مقتبسين، بس أنه بروحي أنا، يعني بروحي أنه نبي لوك جديد، نبي شخصية جديدة، نبي شيء جديد. شوف صالح، يعني سبحان الله، يعني أنا من أحط ميك اب، طبعا روان المبدع روان سوتني أكثر من 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 لوك يعني. فيا ناس، يعني أنا أوكي أنا لمية، بس أنه ممكن أنا أطلع كيم، ممكن أطلع قالوا هيفا وهبي، ممكن قالوا أحلام. أحلام كل بوهم يعني على عيني وعلى راسي، مع أن أشكالهم مختلفة تماماً، بس يمكن الميك اب، طريقة الكونتور اليوم إليسا، طريقة الكونتور، الميك اب، كل هالأمور يعني تفرق. المكياج ترى عالم بحر كبير. تعتبرين نفسك جميلة لمياء؟ نوت باد، يعني لحد ما يعني زينه، ما ادري. كم عمليه تجميل سويتي بالضبط؟ خليني ايوه انا وايد ابي السؤال هذا منك يا صالح. شوف صالح، عمليه تجميل 2015 ما في شيء اسمه عمليه تجميل، لان في شيء اسمه ابر، هي الابر اغلى. يعني انا اتوقع واحده بتروح تسوي عمليه ب 500 دينار وتفتك تقعد لها 3-4 سنين، وما راح تقدر تسوي ابره كل شهرين ب 500 ب 400 دينار. انا احب الابر، إبر طبعاً دكتوري دكتور ماجد تقي، يمكن الكل يعرفه. أي شيء يعني مثلاً تعبئة شفاي، ما عبيت شفاي، نفرتيتي سويت نفرتيتي، قالوا كسرت الحنج. وين كسرت الحنج؟ كان في حنج وراح، الله يسامح المسلسلات. إبر فيلرز عادي، يعني هذا يروح مؤقت، يعني شهرين ويروح، لأن ما أنا ما سوي شيء دائم، ما أستنكر وجهي، أحب التغيير. ليش تحب لمياء التغيير ومتهمة بالتقليد؟
لا انا اغير في وجهي، انا مش من الحين اغير يعني، انا من 2005 والله، من 2005 منه كنت اقلد منه 2005 لما قصيتي شعرك بوي، قصيتها 2006 بس 2005 انا كنت اسوي بوتكس. ما شاء الله حافظت التواريخ طبعا، لان اول ما سويت 2005 طبعا هم متهميني من قبل انا مسوي خشمي، لا 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 ابر، شفايفي ما سويتها كلها هنيك كلها ابر. الابره غاليه صالح، لان الناس يستنكرون والله انا اسوي لي ابره وتقعد شهرين وبعدين يروح مفعولها، لا انا عن نفسي احب يروح مفعولها. عندي صور يمكن اذا تحطها اي اوكي، كان في حنش بس انه خلاص مفعوله راح من الاضاءه من التصوير، هذا فيلرز يعني البنات يمكن يدرون شنو قاعد اتكلم فيه، شهرين ثلاث اشهر بالكثير ويختفي حاله حال البوتكس. خدود ما سويت، لكن توني من اسبوعين سويت بلازما في ار بي. البلازما تسوي هذه الوجنتين فمثل يعني تعطي رونق في الوجه تحت العين، سويت طبعا تدري نسهر ونتاخر اضاءه الاضاءه يعني ما شاء الله، فاضطريت ان انا اسويها وجدا عجبتني هذه، تشد الوجه شي صغير وش تسوي يعني، عجبتني وايد البي ار بي صدق انا بتالم بس عجبتني الدكتوره ندى. طيب لمياء ليش هالمبالغه في أن أنت تظهرين كل مرة بشكل غير، هذا مو ممكن يفقد مصداقيتك كممثلة؟ لا صالح، أنا قبل لا أكون ممثلة أنا امرأة، أنا بنت، أنا ليدي. فأتوقع الحين اللي تروح تسوي بوتكس وفيلرز يعني، الحين إحنا البنات عادي راح نسوي أظافرنا بديكير ومنيكير، راح نسوي بوتكس فيلرز جدا عادي، ترى الكلمة عادية يعني مش واو رايحة شو تسوي، راح تسوي عملية تجميل نو. إذا ليش فجأة بطلتي أكاونتك في الإنستغرام وحطيتي الصور هذه فيه؟ الانستغرام انا ما اخطو خطوه في النظر؟ حياتي ما اخطو خطوه، كان لفت من 3 4 سنين انستغرام، ايش كثر صار له انستغرام؟ لا انت مو الحين المقاييس تغيرت، ايش كثر صار له؟ سنوات، 4 سنوات سنوات كان لفت من اول ما طلعوا بالهبه، انا ما احب الهبات، وايد انتحلوا شخصيتي يعني، وايد صارت مشاكل، المحامي طلب مني ان انا لازم افتح انستغرام اسوي حساب شخصي حقي انا، فما كنت راح اخطو الخطوه هذه اذا انا مش مقتنعه، وخلي يقول المحامي يعني يقول مني لي باكر لازم انا اقتنع. ما شاء الله عندي صديقتي ام عبد العزيز طبعا اوجه لها تحيه في الامارات، امسكتني كل يوم لين اقنعتني ليش تبطلين انستغرام، انه بطلي انستغرام حالك حال العالم، انت فنانه يعني، انت ليش ما تبي تبطلين شنو علتك يعني؟ استفدتي شيء من الانستغرام من اول ما بطلتي؟ اتوقع قمت اشوف ردات الفعل بسرعه يعني، مثلا الحين سويت معاك البروجرام راح اشوفه في وقته، لا انستغرام الحين نزلت صوره الحين بشوف شنو تعليقاتهم، وفي طبعا تعليقات حلوه وفي تعليقات مو حلوه، هذا طبيعي. انا قبل لا افتح حساب لا انستغرام كنت عارفه 100% شنو مساوئه قبل حسناته، قلت لك ما اخطو خطوه ما اكون مدارستها، لازم ادرس كل شيء. مقاييس النجوميه عزيزتي لمياء اختلفت في التسعينيات عن الوقت الحالي؟ الحين صارت اسرع لان وسائل التواصل الاجتماعي صارت منتشره اكثر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يعني قبل احنا لما نسوي مسلسل يعني لما انا مثلت في ثلاثيه نوال اول شهرتي مع الناس كنت اشوفها يعني في الشارع او في الصحافه يعني في الصحافه وكذي، لما كانوا يكتبون عني ما كنت اشوف الشيء هذا الا لما اطلع صح مجمع او مطعم او شيء كنت اشوف الشيء هذا، الحين لا الحين الناس تشوف محبتها او اذا ما يحبونهم بالتكنولوجيا هذه اللي ودتنا في 60 داهيه. ودتك بداهيه؟ لا 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 ابدا. رفعتي قضايا؟ في طور الرفع، لان في واحده يعني للحين هي لمياء للحين ليومك متقمصه شخصيتك للحين، هي ما ادري مريضه ما ادري درجه المرض عندها لوين واصله ما ادري، عاد هي واحده ذا واحد ما ادري. بس يعني انا حطيت فيديو يا ناس ترى انستغرامي كذي 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 قلته يعني، وهي مصره على هجيتها بعد عشان هي مغيره بس حرف يعني اي حاطه انا اي واحده مستحيل اللي قاعد يصير يعني، ما ادري هل هو حب هل هو كر ما ادري. ما حاولتي تتواصلين معاها؟ الناس قاعد يتواصلون معاها تقول لهم انا لمية، تخيل مصره للحين هي مصره ان هي لمية. نعم قلتي وتم تداول هذا التصريح عبر المنتديات المختلفه لمياء طارق، بدات افكر جديا بالمشاركه في اعمال مصريه، ليش للحين ما شفناك في اعمال مصريه يا لمياء؟ مثلت في مصر طبعا بس مش اعمال مصريه، اعمال خليجيه ولكن في مصر احنا نبي كاعمال مصريه وانت مصرحه اي انت تبي تمثلين، مع انه من شوي قلت ان انا ما لما يجيني مسلسل نفس الملك فاروق لما يجيني نفس سراي عبدي لما ملك فاروق اي واعتذرت ليش؟ لانه هو مسلسل سعودي ترى مش مصري،
نفس سراي عبدي يعني أيه. يعتبر مسلسل قناة بس النجوم مصريين كذي أيه. ما عندي مشكلة لأن ليش اعتذرتي على الملك فاروق؟ لأن وقتك كنت أصور وتحسفت بالأشياء اللي تحسفت عليها أن أنا ما شاركت ترى وايد أعمال يعني أعتذر عنها وبعدين لما تنعرض وأشوف دوري مثلا أحد ثاني خذاه طبعا عليه بألف عافية هذا نصيب الله يحسافة يا ليتني قدرت أنسق بس كل شيء نصيب. يقال أيضا بأن لك علاقات ممتازة في الوسط الفني في مصر صح؟ في كل أوساط الوطن العربي لعلاقات ممتازة من شمال للغرب للجنوب للشرق. نبي نركز في مصر منو تربطك يعني في أو فيها علاقة صداقة أو زمالة؟ صداقة ما عندي أصدقاء في الوسط الفني أبدا لكن زمالة الكل يعني عندك ظهر في مصر؟ ظهر؟ إيه في الوسط الفني؟ يعني أنا الله يرحمه رجدي أباض يصير حق أبوي من بعيد كنا نتكلم عن من بعيد عن هال إيه يعني مش قريب لا من بعيد يعني من العائلة هي عائلة واحدة يعني أباضية عائلة واحدة. أوكي ولكن الحين لمياء طارق اسم مسوق في الخليج ويعتبر من أهم الأسماء الخليجية لمياء في مصر أنت معروفة تحسين إن في مصر يعرفونك يعرفوني الله البنت اللي بتمثل الله البنت اللي بتطلع في المسلسلات الكويتية كذي هم يفكرون إن أنت كويتية ولا ما يعرفون والله لو قاعد أحلف مني لي باكر أنسى اللي بتتلزق دي يعني تخيل يعني فيعني شو خلاص شو اسوي لا حول ولا قوه يعني شو اسوي شنو اللي يميز الدراما المصريه وينقصنا في الخليج يميز الدراما المصريه لا يعني ما نقدر نقول يميز دراما مصريه بالعكس مسلسلات الخليجيه بصمتها كبيره والدليل ان في مصر في لبنان في المغرب في اي كان في الشرق الاوسط كله قاعد يتابعونه ويعرفونه يعني ما راح اكلمك على الخليج لا برا الخليج يعرفونه عدل الدراما الخليجيه لها بصمتها مميزه بروحها بقصصها بعاداتها بدنيتها هي مميزه تعتقدين في يوم من الايام ممكن ان تكتسح الدراما الخليجيه الدراما المصريه وتكون هي النمبر 1 لان الحين المصريه هي ما زالت متصدره ما اقدر اقول تكتسح لان هذا لا تغلبها يعني هذا لا جمهور لان التركي غلب التركي غلب هذا خطا التركي غلب شلون هذا خطأ كبير تركي غلب خطا من قبل من خطا من قبل ان عندهم اشياء قاعدين يسوونها يعني اليهال الصغار قاعدين يشوفون المسلسلات قاعدين يقتبسون هالاشياء يعني انا بنت اختي صغيره يعني يعني تكلمني في اشياء فلان سوي اقول انت وين شفتي كذي تقول في كذي شنو يعني تشوفين ان الدراما يعني التركيه قاعد تخرب الاجيال وتخرب ابنائنا لان الكل يعني الكل تلقاه قاعد قاعدين مبسطين قاعدين يطلعون المسلسل التركي انت ما تشوفين مسلسلات تركيه لا ما تعرفين لميس مهند اول واحد اللي هو طلع سنوات الضياع اسمه شنو يحيى ولميس هذا شويه منه كنت اصور في مصر وقتها تعتقدين ليش كذي المجتمع العربي وايد يعني مندمج ومغرم بالدراما التركيه لان هم عندهم عاطفه واحنا ينقصنا العاطفه هذا اللي ينقصنا في الدراما الخليجيه ما يعني شوف اول ما تلاقي مسلسل في قصه حب تلاقي ناجح جدا يعني العام كان مسلسل عاوني شو اسمه مال منو اللي هي عبد السلام المخرجه للحب كلمه اللي انت كنت موجود فيه ليش كان متابع لان قصه حب لان يعني صدق يعني احس ان كذي كل الشعوب الخليجيه اي احد منو ما يحب العاطفه منو ما عنده عاطفه يعني بس ملوا من المشاكل اوكي احنا كل اللي بونا عندنا مشاكل وكل الناس عندها مشاكل في دنيتها بس بعد لا تشوفها بعد في الواقع يبون قصه حب يبون حل لمشاكلهم صحيح يعني كذي قصه تنسيهم الهم اللي هم فيه هذا من وجهه نظري انا يعني ما اتكلم بلسان الاخرين اتكلم بلساني انا للتاكيد يقال انك حفيده النجم المصري الراحل رشدي اباظه شنو يصير لك بالضبط رشدي اباظه الله يرحمه يصير حقنا من بعيد بس مش حفيدته لا يعني من العائله هو رشدي اباظه لان هي عائله اباظه عائله واحده في مصر بس يصير لي ما تعتبرين اسم رشدي اباظه واسم عائلتك الكريمه اباظه واسطه فنيه للحين لمياء طارق ما استخدمتها في مصر؟ لا ما استخدمتها كلش يعني لاحظ انا كلها لمياء طارق بس يمكن ما حد يدري ان لمياء طارق اباظه ما حد يدري الا القله الحين دروا هل تعتقد ان الجمهور المصري راح يستقبل لمياء طارق بعد ما يعرف ان هي من ابناء يعني ال اباظه لان اباظه عائله كبيره جدا في مصر هو يعني ما له علاقة أنه راح يستقبل أو ما يستقبل لأنه أوريدي مستقبل ويعرفني بس يمكن على قولتك تجيني العروض أكثر يعني تعالي بقى مثلي عندنا بقى وكذي دهنا في مكبتنا وما شنو أمثال مصرية ما أعرف
فيعني اتوقع الحين بيقولون يعني اتوقع ما ادري ما احب افتي. نروح حق جريدة النهار والصحفي مشاري حامد، المنشط التالي لمياء طارق: من يخترق الخط الأحمر فإن المحاكم موجودة. منو قصدتي بهذا المنشط تحديدا؟ ما أدري، أنا أصلا ما أعرف من الصحفي اللي أنت قاعد تقول عنه. مشاري حامد من جريدة النهار، سوى معاك هذا اللقاء؟ أي منو هذا النهار؟ شنو؟ قايلة فيه أنت طبعا الحوار كامل، أنا بعد؟ بوريك صورته، حتى صورته بتكون يعني طالعة على الهواء عندنا، انحطت هني مسويه اللقاء التاريخ. هاي الصوره كانت في مسلسل أميمة في بيت الايتام، في بيت الايتام مع هدى حسين. يعني بتلك الفتره، فانت معناته ان انت مو متذكره هذا المنشط؟ لا مو متذكره الحوار، يعني لان احنا على بالنا هناك رساله مبطنه، بما ان انت مصرحه وقايله ان اللي يتعدى خطوط الخطوط الحمراء فالمحاكم موجوده. هو الحمد لله ما في احد قاعد يتعدى الخطوط الحمراء، لان انا جدا محافظه عليها، وللحين دائرتي صغيره يعني، ولا ناويه ان الدائره تصير تتوسع. مستحيل. طيب منو الشخص او الجهه اللي اذت لمياء طارق في يوم من الايام؟ اذتني؟ ما حد يقدر ياذيني. ليش ما حد يقدر ياذيك؟ لان انا بعيد. لانك انت لمياء طارق؟ لا. ولا لانك انت قويه؟ لان انا محترمه نفسي بعيد. يعني اكيد يعني ما دقيت الباب فاكيد ما في جواب. كم قضية رافعة للحين؟ والله كل ما أي أرفع قضية تحديداً هالأيام حب خشوم وحب روس وتنازلي ترفعين قضايا على شنو مثلاً؟ أكثر شيء أعمال؟ لا 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 أبداً، بالعكس الوسط الفني كله بمنتجين بمخرجين بممثلين، ربعي حيل 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 لأبعد الحدود، علاقة طيبة مع الكل. أرفع قضايا على 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 أشياء تقال خطأ. يعني خطا، في اشياء كثيره تقال خطا حاليا ما اتذكر، بس في اشياء كثيره انقالت خطا، وعلى مثلا هذه اللي بتحلى شخصيتي للحين مصممه ان للحين هي لمياء. نعم. منو اللي ظلمك يعني فعليا وانت ما رضيت انك ترفعين على قضيه؟ ظلمني فنيا وما رضيت يعني كمنتج ترفعين. او مخرج او كذي؟ اي لا ماكو، بالعكس لا ماكو. انا اصلا ماش انا قليله يعني، تخيل صالح انا ما اشتغل وايد، انا جدا قليله الاعمال. عمل في السنه عملين بتفق، فيعني اكيد مش داشه بقوه في الوسط الفني عشان يصير لي عداوات او. بس يقولون ان مشاكلك وايد في الوسط الفني. حرام عليك، يقولون حرام عليك. ما عندك مشاكل ابدا؟ ما يغارون منك الفنانات؟ الغيره موجوده في البيت الواحد، يغارون من بعض في البيت الواحد. ولكن انت بكثره يعني لا تحط لمياء معنا في العمل. لا لا هذه ما سمعتها حرام. يعني ما ادري ان في احد قال كذي من وراي، يمكن، بس انه وصلني هالشيء لا، بالعكس بالعكس. لان يغارون من يعني ضريبه نجاح وشهره وجمال، عندك ثلاثه. اصلا بالعكس العمل الفني لما يكون في اكثر من بنت راح يكون مشاهد، بعدين يعني تخيل نص في 10 بنات، يعني من وين بتيب الله؟ يعني هما 10 بنات، لا تحط لمياء منو؟ مو احنا ننعد على الاصابع ترى في الكويت، اذا بنتكلم عن الكويت تحديدا. فيعني هم الفنانات المعروفات اللي يبيعون معروفين، يعني منو هما؟ تطمحي لمياء طارق ان انت تكونين لمياء طارق فيه؟ صرت مره مسلسل اويا مال، انا وعبد المحسن النمر. صحيح، عبد المحسن النمر ولمياء طارق فيه اويا مال. نعم، بعدين اعتزلت 3-4 سنين. فهذا يمكن الاعتزال يقلل من النجومية؟ هو ما قلل، قلت لك كلمة نجومية هذه يعني مش يقلل، في أبديت، في فنانين يطلعون، في ناس تطلع، في الجمهور يبي يشوف، لكن لما أرجع موجودين هم صالح اللي ربوا، يعني هم اللي كانوا معاي البنات اللي بعماري من 97، هم اللي تزوجوا وعيلوا وكبروا معاي، هم هذيلة خلينا نقول فانزاتي، هاي الكلمة الجديدة اللي حابين فيها يعني. هذيل هم جمهوري، يعلمون عيالهم ترى هذه كانت كذي، يعلمون مثلا أمهاتهم، يمه تذكرين فلانة، هذيل اللي أشوفهم في الشارع وللحين ويلموي ويلم يعطر كاي، هذيل هم اللي معاي. أنت متصالحة مع نفسك يا لمياء عشان كذي الحمد لله مرتاحة البال الحمد لله، وعارفة شنو قاعد تسوين وشنو قاعد تقولين. طبعا ريد كارد تعطينا كرت أحمر لموضوع من المواضيع اللي أنا قلتها لليوم وما تبين أحد يذكرها لك مرة ثانية. فشلك أو اتهامك بالفشل على خشبة المسرح، عمليات التجميل وتقليد أحلام وكيم كارداشيان، ولا اقتحامك لمصر فنيا، ولا اللجوء إلى القضاء، موضوع ما تحبي تتكلمين عنه مرة ثانية. موضوع ما أنت ما يعني ما كل اللي قلته زين يعني ممكن أتكلم فيه، بس لسبب هو أنا ما رح أطلع في برنامج حواري فني مرة ثانية، يمكن خلينا نقول لمدة 2 سنين
سنة سنتين ما أدري الله أعلم، قلت لك أنت اخترقت الحواجز. يعني لمياء طارق تعلن أنه لمدة طويلة ما راح أطلع، ما راح تطلع بعد في لقاءات، فما راح تجاوب على ولا سؤال. يعني ما راح أطلع خلينا نقول لمدة سنة ونص سنتين. يعني هذا الريد كارد للإعلام. الإعلام تكفون، يعني لا تقولوا لي الحين تعالي مو تشوفوني مع صالح باكر تتصلون. لا رمضان يشوفونك في الأعمال. في رمضان شوفوني في الأعمال، وعقب رمضان بعد نفس الشيء في العيد، ما في العيد ماني جاية، لا تقولوا لي تعالي. لا أنا بالنسبة لي اليوم يعني كفت وفت، وإحنا الحين ما خلصنا. أنا إن شاء الله خير. ترى عمتي بخير. وأنت بخير. احنا اليوم مغيرين بفقرات البرنامج من اجل عيون لمياء طارق، واخر حلقة من حلقات ريد كاربت، فنبي يكون فيه شوي تغيير. الظرف الاحمر هذا لمياء فيه تفاصيل لشخصيتك من اول ما دخلتي، كإيماءات، كحركات، طريقة اسلوب، في يعني شخص متخصص من وجهة نظره ودراسته وتخصصه شاف انه لمياء طارق هذه شخصيتها الحقيقية اللي الناس ما تدري عنها. فأنا كل مرة أنا أقرأ، بس هالمرة أبيك أنت بنفسك يعني تأخذين هذا الكرت تبطلينه وتقرين ماذا قال التحليل عن لمياء طارق. أوكي، بسم الله. تحليل الشخصية. صوت عالي لو سمحتي واضح. تحليل الشخصية لمياء طارق، شخصية عنيدة، مغرورة، مثيرة للجدل. صح صح مثيرة للجدل، هذه صح. وعنيدة ومغرورة. مغرورة ما أشوف نفسي مغرورة، عنيدة أي عنيدة وايد، رغم حساسيتها إلا أنها تملك القدرة على تجميد كل مشاعرها في اللحظات الصعبة. نعم. أما تحت الضغوط الشديدة فيتحاول أن تحمي نفسها ومن تحب حتى لو اضطرت للمراوغة أو الكذب. مراوغة وكذب يا لهوي، عشان تحصل اللي تبينه. أصل لبي أراوغ وأكذب؟ لا، هذا ذكاء. ما في إنسان ما يكذب. أوكي، بس ما راوغ يعني ما أغش يعني. أوكي ممكن مراوغة لف ودوران، ألف ودوران، تلفين والدورين من أجل الوصول إلى هدفك. ممكن أجامل بس مو راوغ. تدري مراوغة يعني راح أنصب. لف لا، أنت ممكن ما تضرين الطرف الآخر يعني، ولكن تراوغين من أجل الحصول على ما تريدين. ممكن كذي، ممكن اللي أنت قلت هذا ممكن. إيه، تحب نفسها كثيرا وتقدر ذاتها وذكائها وجمالها. نعم، أحب نفسي وايد وايد وايد. لا تقبل النقد إلا من نفسها لنفسها. خطأ، من الصبح قاعد ينتقدني، ورغم أنها ناقدة لاذعة إلا أنها أيضا تجيد لعبة الدبلوماسية بذكاء ومهارة في انتقاء الألفاظ المباشرة في الوصول إلى المغزى بأسهل الطرق. نعم، أنا قالوا لي يعني المقربين مني إذا ما كنتي ممثلة أتوقع تصيرين شيء في السلك الدبلوماسي. عندي يعني الحمد لله قدرتي اني انا اصير دبلوماسية في البتاع. وين؟ وين ضاعت؟ زين. لمياء هي محور حياة نفسها، ولا ترضى بان يكون الرجل هو محور حياتها. نعم نعم نعم، ثلاثة نعم. تحب السفر، نعم، وتندمج مع الثقافات الاخرى بسهولة، نعم. من لا يعرفها شخصيا يعتقد بانها غامضة، نعم، بينما يراهن المقربون بأنها غريبة الأطوار وصعبة المراس رغم طيبتها. أنا صعبة المراس؟ أنا مدير أعمالي كاف، أنا وايد صعبة. أي يعني أنا غريبة، مش غريبة أن يعني عندك بعض التصرفات اللي ممكن الناس اللي حولك تستغربها. يعني خلينا نقول بشيء مبسط، متقلبة المزاج. بس مش متقلبة المزاج للحد انه ممكن اضر، لا يعني ممكن الحين مثلا ابي شيء هذا بعد شيء ما ابي. ما ابي بسوي كذي. لا، من قال ان انا بسوي كذي؟ يعني عادي، جنون عادي عادي، تحملوني. وين رحنا؟ من لا يعرفها تضحي بالكثير. والله نسيت. لا
غريبة وصعبة المراسق تضحي بالكثير أجر وصول الأهداف. تضحي بالكثير الأجر وصول أهدافها وتحقيق طموحاتها ولا تلتفت إلى خسارتها بل تركز فقط على ما تريد. نعم لطف طف خلاص اقلب الصفحة نقطع السطر اللي بعده. الحياة سعيدة. تعاني أحيانا كثيرة من تقلب المزاج كهو ذكرها فعلا لأن أنا فعلا أحيانا يعني وايد ما أدري ساعة هيك وساعة هيك الانسجام وحدته كما يمكن أن تكون عصبية حينما لا يتوقع منها الآخرون أن تغضب فتفاجأ بردات فعلية. صح 100% صح. بس إن كلمة مراوغة هذه مأثرة فيك وايد مراوغة صح؟ لأن أنا أنت مراوغة. كيف قلت شيء اللي تبي مراوغة اللي تشوفه أنت حتى اليوم في الحوار مراوغة اللي تبي اللي تشوفه هيك مرتاح اللي تبي اللي بدك أنت شوفي ترى اللي قاعد تسوينه هذا يا مراوغة يا أستاذ مخرج اللي تبونه ترى شو تبون؟ شوفي الأمياء اللي قاعد تسوينه هذا مراوغة. ما عندي مشكلة لسبب يمكن نفس ما أنت حللتها يمكن أكون أنا في وقت معين مو أنا اللي حللت ترى مش تعريفها قاعد أشرح لك إياها. الشرح كان جدا على هواي يعني عجبني. بس انت حاسه ان احنا يعني قاعد نظهر لك ما لا نبطن؟ لا لا بالعكس انا جاهزه للمواجهه. انا معاك اللي تبي يلا. اللي تبون هاي موسيقى تخوفني ترى. انتي نجمه موسميه؟ نجمه؟ ما احب نجمه، فنانه موسميه نعم. تعرفين شنو اقصد في فنانه موسميه؟ ان ممكن في رمضان وايد يكون لي متابعين؟ لا يعني تصيرين يعني مشهوره او مثلا يصير عندك عدد فانز اكثر في فتره ويرد يقل تفاوت. اي يصعد وينزل. نعم. فيسمونك نجمه موسميه. حاليا في الوقت الحالي مع ظهور التكنولوجيا الانستغرام التويتر هالامور اي اتوقع اي. متى حست لمياء طارق ان هي في اوج نجوميتها او نجاحها او شهرتها؟ حسيتي فعلا في ان انت الحين نمبر 1؟ لازم تكون حسيتي بهالاحساس. حسيت بنجاح نجاح كبير. لا كبير لا لذه نجاح مسلسل معين. إيه؟ اي مسلسل؟ يوم اخر وبعد أبو كريم سوارة خميس. أي حسيت القدر المحتوم القرار الأخير حسيت بلذة بنشوة النجاح بس لا. مش إنه توب ونمبر ون نو أبدا ولا نقطة ولا نقطة. ومتى توصل لمياء طارق للنمبر ون أو التوب ون؟ مستحيل إنسان يعني لو يعني اسم الله علينا طبعا على المشاهدين وهو ليه هو ميت وبينزل قبره يتعلم من الدنيا يعني ما في أحد يوصل للتوب يعني ما في هذا يقول لك إن أنا عالم وعارف وواصل و كذب على نفسه يعني صار كل يوم يتعلم شيء فكل يوم قاعد أزيد محبين أزيد ناس تكرهني على حسب يعني أنا نصيبي. ومتى أكثر مرة شعرت لمياء طارق بأن خفت نجمها؟ لمن أنا أوخر بمزاجي. أنا وخرت أول مرة 99 2000 بعدين رديت 2001 في القدر المحتوم بعدين اختفيت 2007 بعدين رديت 2008 يعني في الآن لما أوخر بمزاجي إيه طبعاً أحس إنه مش الناس تنساني تعرفني بس إنه مو نفس المتابعين لأن في ناس ثانية قاعد تطلع في فنانات ثانيين قاعد يطلعون فطبيعي هذا الشيء يعني إن أنا البعيد عن العين بعيد عن القلب أنا بعيد عن عينهم فشون راح يتذكروني لا صحافة لا لكن برامج. ما زلنا نتذكر سعاد حسني الله يرحمها نتذكرها بس لأن لو الحين مثلا تشوف سعاد حسني وتشوف مثلا يعني كل في مصر طبعا زي ما بيذكرها بعدين يقول شمعنا منه أو نطالع مثلا حنان أو نطالع يعني الحي أبقى من الميت هذا أكيد هذا أكيد اللي يقول غير كذي عادي يكذب على نفسه هو حر بس هذا أكيد يعني إن الموجود على الشاشة نحبه نتذكره إحنا إيش نتذكرهم لأن أعمالهم يعني أعمالهم كانت في وقتها خالدة هي تبقى لا كان في فانزات ولا كان في انستغرام ولا كان في تويتر ولا كان في فيسبوك هم نجوم ليش عاشوا ما احب كلمه نجوم ما احبها هم فنانين ليش عاشوا وباقين للحين
لأن أعمالهم خالدة، هذه أعمال هذه أبيض وأسود تهبل، وحتى بالألوان في الفترة اللي طافت غير الحين. أصعب موقف مر في حياة لمياء طارق شنو؟ أصعب موقف ما تنسينا هذا الموقف في حياتك، هز لمياء طارق. هزني ما في حد يقدر يهزني. ولا موقف، مو شرط شخص. ولا موقف ولا شخص، الحمد لله قلت لك باسي قوي. لكن إن في موقف، موقفين يمكن مش هزوني، ما قدرت أتمالك نفسي. شوف أنا جدا عندي هالي قوية، فلما يشوفون دمعة من دموعي يعني الدنيا راح يصير انهيار في البيت. في موقف خبر وفاة خالي الله يرحمه أول العام، رحمة الله عليه، الله يرحمه. أنا أول واحدة تلقيته، يعني أنا ومدير أعمالي أول اثنين تلقينا الخبر. فكان جدا صعب، إن أختي كنا إحنا معاها في المستشفى، كان عندها فحص، كانت وقتها توها والدة وكذي، فكان عندها فحص مودينها، وأمي في البيت ومو عارفة شلون أقول لهم الخبر. وثاني يوم بسافر حق زهرة الخليج مع أريام. لك أن تتخيل، خلاص الناس حجزوا وكذي، وسألتهم يصير كنسل، قالوا لي لا ما يصير تكنسلين. هذا الموقف الأول. هذا موقف الثاني. الأول. الثاني الجود بنت أختي الله يحفظها، كان شهر 11 شهر 10، كان عندها عملية، ما قدرت أتمالك نفسي. تخيل أمي قاعدة وراي، أنا قاعدة جداها شي ماسكة إيدي جوجو، وقاعدة تبكي تسوي لي كذي، ما أبي يعني. ما قدرت بتشوف بالذات الجود، الجود تحديدا تخليني ما أتمالك نفسي. الجود أحد ثاني ما يقدر يهزني، يمكن أي طفل، بس الجود تحديدا ما أقدر. كنت يعني دمعت الحين لأن ذكرت الموقف. كان عندها عملية، تخيل 4 سنوات وعمليتها جدا صعبة، وما تبي تلبس هذا. هي شنو علتها؟ هي ما تدري هي وين، هي نايمة على السرير تقول لولو ما أبي هذا. أمبي يعني، لك أنت تخيل ياهل صغيرة ومتعلقة فيني، أمي قاعدة وراي تنطر الدكتور أو الدكتورة ما أذكر اللي كان بيعطيها البنج، هي ماسكة إيدي تقولي ما بي هذا، هذا عرفت الكبوس مال العمليات، تقول ما بي هذا. الله يحفظها إن شاء الله وتشوفينها عروس إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. نسخة مينونة، مينونة نسخة صغيرة طالعة لخالتها أكيد. فيها شبه منك؟ عيونها، حواجبها، بس هي طالعة لهمها ماخذة طول ما شاء الله طويلة، يعني هي توصل لي لهني أنا قصيرة. من يعني أحلامك إنه يصير عندك أبناء، هل تحسين أن هذا هدف قادم؟ هو هذا لازم، يعني هذا لازم يكون عندي أبناء، أكيد إن شاء الله لازم يكون عندي أبناء. إيش كثر ودك يكون عندك؟ خلنا نتخيل، ولك أن نتخيل. ولك أن تتخيل، أبي 3 إن شاء الله توم، إن شاء الله يعني. ودك 3 توام عشان تفتكي مرة. بس خلاص واحد بس يرتاح، خلاص بس إيش لنا في عوار الرأس. أبي عبد العزيز. والزين الله يحفظها ممثلة المعتزلة زينب العسكري، حبيبة قلبي زينب، يا عندها الزين. أنا أبي الزين وعبد العزيز والحب. الحب تحديدا. نعم إن شاء الله حياتك كلها إن شاء الله يا رب تكون حب في حب. زينب العسكري بما أن ذكرنا اسمها، اشتغلتي معها وايد، هل تشوفين اعتزالها خسارة للوسط الفني؟ لا بالعكس، هي يمكن اتخذت القرار، بس هي ترى باقية موجودة معانا. قصدي خسارة للوسط الفني في أنه خسر زينب العسكري. طبعا ما في أحد رح يحل مكان زينب العسكري. أوكي، زينب العسكري كانت نجمة البحرين الأولى. نعم. من هي نجمة البحرين الأولى حاليا؟ بصراحة بين زهرة عرفات وبين هيفا حسين، هما الثنتين المتصدرات. اي بينهم هما الثنتين، ويستاهلون بصراحة، يستاهلون هما الثنتين يعني. ليش عندك مدير اعمال؟ نعم. هذا شيء غريب عندنا في المجتمع الخليجي. على فكرة هو ما له علاقة بالفن، هو شغله اكثر عقار. قلتي 3 مرات مدير اعمالي. لانه هو ماسك شغلي، ماسك مكتبي، يعني ماسك الفلوس. قصدك مدير اعمالك العقاريه والتجاريه وليس الفنيه. فنيه يعني انا اتعامل بود اكثر مع المنتجين، لانه يعني شيء مستحدث. يزعلون المنتجين لو مدير اعمالك يروح بدالك؟ راح مره طلع لي تشيك من منتج كان ناسي حضرته او ما ادري نايم. من هو المنتج؟ لا ما اقدر اقول. لا تقدرين تقولين من هو المخرج؟ والله انا اقدر اقول. تدرين انا اعرف واعي دائما. هو كان ختام ريد كاربت، خليني اقول لك، هو كان ناسي او ما ادري يعني كان مطنشني، ما ادري شنو كان علته بالضبط. اي خليني اتذكره منه. لا اعطاني خلص الحكي من 3 سنوات. إيه حرام، سوى شيء زين يعني. اي لا دش قال له لو سمحت استاذ ممكن توقع على الشيك، اخذ معاه مدير الانتاج. شو كان الشيك؟ هو انا مثلت معاه حلقه واحده. حلقه واحده في بركان ناعم، عاد معروف منه منتج بركان ناعم. المنتج باسم عبد الأمير، وجه له تحية. يمكن هذا اليوم الوحيد اللي تصدر يعني وراح، لكن الباقي لا والله بالعكس. كم كنتي ماخذة على الحلقة؟
ماخذة يعني، هو مشهد طلعت فيه مشهد واحد بس كنت ماخذة شيء يعني. ضيفة شرف، ظهور مميز للنجمة لمياء طارق انكتب في آخر العرض يعني، خلاص البركان ناعم خلص، آخر شيء في التتر النهاية مش في تتر البداية ما نذكر اسمي في هذا، كان اتفاقي مع خالد الرفاعي. آخر شيء ظهور خاص للمياء طارق، النجمة لمياء طارق تاني نجمة. شنو كانت قبل الفن؟ شنو كنت كذب يعني في البيت يعني شنو أدرس؟ هذا اللي أبيش تقول لنا، هو السؤال ممكن يخليك تضيعين إن أنا شنو قصدي. هل كانت فتاة مسالمة طيبة مسكينة؟ نفس ما أنا، أنا يعني الفن ما غير فيه شيء ولا شيء، لا يعني مستحيل أغير فيه. أنت قاعد تناقضين نفسك، لا ما صرتي أكثر شراسة أكثر قوة، تعرفي تاخذين حقك، حرف أخذ حقي هذا أكيد من يعني من قبل ومن بعد، هذا من الأعمار من عمري يعني، عمري من عمري 15-16 سنة في الثانوية أي شيء كتبت عنده. لمياء أنا من قابلتك من 7 سنوات في فرق كبير، أنا شايف في لمياء طارق امرأة ناضجة بالضبط. عارفة كل كلمة هي شنو قاعد تقولها، واثقة منها. هذا أنت قلتها صالح، نضج، أن نضجت. إيه يعني كانت غير قبل الفن طبعا، يعني مش كانت غير قبل الفن مثلا أنه كان شيء مقلل من مستواي، لا هذا لا احنا ندري دائما كمستوى مادي من اول ما ابتدت لمياء طارق وانت شيخه وتلبسين، هذا احنا شايفينه كان اي طبعا كان في اشياء يعني يعني ما كنت اكثر يعني، مثلا اتوقع انا لو من 5 سنوات تقول لي برنامج حواري اللي قاعد اشوفه في ريد كاربت الاسئله مالتك، لا ما افتكر يكون لي الجراه ان انا اطلع معك افتكر. اشتغلتي في مهن غير الفن ولا انت بس ممثله اشتغلتي طول عمرك؟ الحين عندي بزنس، البزنس مالك كسيدة أعمال إيه؟ لكن لا غير الفن لا. يعني ما اشتغلتي مثلا في بنك في؟ لا لا. أول أجر خذيتي تذكرين كم كان وعن شنو؟ أي أول أجر طبعا سهرة نوال مع الراحل الله يرحمه كنان حمد للفضل من بعد الله، أن أنا أكون موجودة معاك الحين على هالكرسي في ريد كاربت. تلفزيون الكويت الحلقة 70 دينار على الحلقة. على الحلقة يعني 3 حلقات كم؟ 140. مو شاطرة في الحساب كم؟ 200 وكم؟ 210. أنا مو شاطرة في الحساب. ولا أنا شاطرة في الحساب. كلش مو شاطرة في الحساب كلش يعني ما أعرف أحسب. آخر أجر. أنا أدري. حاجة كده. أنا أدري إن أجرك مع أم طلال غير عن مثلاً في أمل. لا هو نفس المنتج. وأنا تحديداً المنتج عامر الصباح طبعاً يعطيه العافية ومسي عليه بالخير، أول مرة أشتغل معه. مراعيته على فكرة مش مراعيته كيعني مراعيته لأكثر من شيء، أولاً محمد دحام الشمري، ثانياً هبة مشاري حمادة، سعاد عبدالله طبعاً ما حفظ الألقاب لهم كلهم، محمد القفاص. فأنا في أعمال إحنا نشتريها يعني عادي 2000 و3000 ما بيأسروا كثير. المنتج اللي قبله مازن عياد في مسلسل كسر الخواطر لا ما راعيته يعني، خذيت حقي ثالث ومثلت. انا بنعرف حق هل لمياء طارق عندها الجرأة اليوم تقول انا اجري كذا؟ لا ما اقدر عن العمل واحد. اخاف من العين. 25000 يعني يتراوح كذي، واكثر شويه واقل شويه، اكثر شوي واقل شوي. هذا هو هالرينج. الرينج مالك يعني ايه؟ هالرينج يعني ما وصل ل30 ان شاء الله يوصل يعني قريبا السون، وما قل عن 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 الرينج 25 الا 2000 1000 كذي. على حسب قلت لك في اعمال اشتريها حتى وجود في منتج اي طبعا في منتج جديد بتعامل معاه يعني نخف يعني شوي عليه شوي عليه. انت من اهم المنتجين حاليا على طبعًا الساحه طبعا، فالامور يعني تكسبينه ويكسبك وبالضبط تكون عملية وهو يعني متساوية. وبالعكس أنا جدا مستانسة في التعامل معه، التعامل معه مريح يعني، منتجين مريحين يعني. هل صحيح أن أنت كنت بطلة من بطلات مسلسل صديقات العمر وانسحبتي؟ مش انسحبت أو اعتذرتي؟ صديقات العمر غير صديقات العزيزات. إيه صح صح صديقات العمر العزيزة. اللي هو نفس المؤلفة، مؤلفة في أمل، في أمل فالد ويسان نعم. كان دوري معهم. مش انسحبت، أنا كنت أوريدي في مسافرة بوظبي، ومنير يوم كلمني في أكثر من نقطة يعني هو ما قدر يعني ما قدر يفهمني وما قدر يستوعبها. فهو أوريدي كان داش تصوير، يقول لي الأسبوع الجاي بديش تصوير، أنا ما أقدر، لازم أقرأ الناس، لازم أفرغه، لازم أجهز نفسي، أجهز اللوك، عارف خصوصاً أن اللوك غير علي يعني.
فما صار نصيب، كل شيء نصيب صالح. أنا بالذات الأعمال، الدور اللي ما أمثله أقول كل شيء نصيب. أنا وايد مسلسلات اعتذرت عنها وما شاء الله يعني ضربت على قولتنا الكلمة الدارجة طبعاً في الوسط الفني، كلمة ضربت يعني انشهرت اكتسحت. شلون علاقتك اليوم بالمخرج محمد دحام الشمري؟ زينات ينن. سمعتي هالكلام انه هو مصرح او كان قايل في انه هو غير مقتنع باداء لمياء طارق، ولا اول مره تسمعين مني هذا الكلام؟ هو قال كذي؟ سمعنا انه هو قال كذي. انت سمعتي كذي من اول ولا لا؟ لا، ما مستحيل راح يقولها. مستحيل يعني، لان انا يعني ماخذه روحه. انا احب وايد اشوف المخرج. يعني اشاعه؟ طبعا اشاعه. اوكي، ما صدقته والحين على طول سريعه الاشاعه سريعه. الحين رمضان ما جاء ولا الحين المسلسل انعرض. اوكي، عمرك قريب من منى شداد، احلام حسن، صح؟ ما اعرف اعمارهم، بس اتوقع منى يمكن، اتوقع عبير احمد، نعم، الهام الفضاله، يعني اكبر اصغر سنتين ثلاثه يعني. منو انت اكبر من الهام؟ اتوقع الهام اكبر. لا اي الهام اكبر، صح. الهام معنا قالت ان عمرها 40، معانا هنا على ريد كاربت قالت انها 40. يعني اكبر الهام ايه. ولكن يقولون ان لمياء ما زالت مصره على انها تاخذ دور البنت الصغيره. لا، ذكاء هذا؟ لا مش ولدها مصرة. لا مش مصره، لا 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 لا. يعني قلت لك اللي سويته من 4-5 سنوات سواء في سكن الطالبات او في أميمة في بيت الايتام، الحين في 2015 مستحيل. يعني خلاص ما راح اقدر، يعني ما راح اقدر. حتى في أميمة شفت شلون كنا ناقز ونسوي دقات، وافتكر الحين في وضعي هذا صدقني أنا يعني دمي خفيف، وما أدري إذا كان دمي، ما بيتكلم عن نفسي. مش شوي قلتي على المسرح. على المسرح في حياتي. في الشاشة ما أدري يمكن، لكن ما عندي القدرة أن أنا قاعدة ناقز وتنطط وحلو على غيري، يعني هبل على شجون. يا حلوها لما تسوي كذي، لأن هي عمرها كذي، يعني عمرها يسمح لها. أنا عمري ما يسمح لي، ما ينفعش. ذكرتي أكثر من مرة في الحلقة بزنس وعقارات، الله يتمم عليك ويزيد ويبارك لك، ولكن من أين لك هذا ومن وين لك كل هالثروة اللي أنت كونتيها؟ يعني أولاً خلينا نقول فن، خلينا نقول أتوقع يعني بعد أن لما تزوجت وفصلت يعني أبيت صريحة أنت إيه؟ يعني أتوقع يعني بعد يعني كان في مهر ولا كان في إيه؟ فيعني احب اشغل. بس انتي مهرك مهر كان الحمد لله، مش مهر يا لهوي العادي. يا لهوي انت خايفه الحين حنقر. يا لهوي يعني الحمد لله. انا يعني حتى لو يعني مثلا 10,000 من الفن اشيل 5 واصرف 5، مش معنى ان انا بخيله، لكن انا مدبره. اقتصد، احطهم في استثمار، احطهم في اسهم، احطهم في بورصه. فهذه الاسهم بتجيب لي، انا تقريبا من 2006 انا موجوده في البورصه، يعني موجوده في البورصه الكويتيه، عندي اسهم. كم تبلغ ثروه لمياء طارق؟ لا بقى ده قرب بقى، لا مستحيل، ما ينفعش خالص. لا ينفع صدقني. لا والله ما ينفع. وصلتي المليون؟ الحمد لله، يعني الحمد لله. انا ابي المليار. أوكي. ابي مليار. لا يعني معنا اليوم احنا عشان كذي ما تبي نقول ان انا خايفه اطلع المليونيره. لا لا، اخر حلقه وعلى طول رمضان ومبارك عليكم الشهر. راح يذبحوني. لا اسم الله، وكل سنه طيبين وهذبح وبعدين. لا لا اسم الله عليك. احنا يعني المجتمع الكويتي في وايد نماذج للمليونيرات. صحة والستر والعافيه هذا اهم شيء. والله صدقني يا صالح، عندي مليون وما اعرف انام بالليل، شو الفايدة يعني؟ أهم شيء الواحد يكون مرتاح في حياته، متصالح مع نفسه، مو قاعد يكنز على قلبه، ولا عارف يلبس، ولا عارف يكشخ، ولا عارف يركب سيارة يعني مثل العالم. باينة عليك. يعني تصرفين على نفسك يعني البذخ. أنا أحب يعني، وإما بنعمة ربك فحدث، مش معنات أن أنا مبذرة، لكن أنا أحب يعني، أنا أحب يعني 1,000 دينار أوكي شيل 500 واصرف 500، مو اشيل الألف كلهم. زي ساعات ما تخافي مثلا ما تدخلي اللوكيشن وتكون لمياء ماركات من فوق لتحت؟ حياتك هذا اللي صاير، حياتك هذا اللي صاير. وحبيبة قلبي وام طلال ماما سعاد تموت على كشختي، يعني تقول واي واي تهبلي. يعني انا احب من زمان هالحكي، مو توه. بس طبعا يعني مثلا قبل مثلا لما يكون مثلا عندي 1,000، حتى الحين كقيمه فعليه 1,000 دينار سنه 98 مو نفس قيمتها الفعليه، نفس 2015 يعني. اتوقع في ذيك الفتره 1000 دينار الحين يمكن بما يعادل 10,000. حلو، صح ولا لا؟ كقيمه صرف يعني الحين الدنيا غلط. فانا من عمري يعني صار عندي مثلا 100، 50 اخشها 50 اصرفها، ما اخش ال 100 كلها، ما احب البخل. منو الفنانه اللي ابتدت في الفن بعدك والحين نجمت اكثر منك؟
نجمت أكثر مني؟ إيه، وهي بادية في الفن والوسط الفني من بعدك. منو دش من بعد 97؟ أي واحدة دشت من بعد 97؟ ما نجمت أكثر منك. ما أحب كلمة نجمت هذه، قلت لك نجحت أكثر منك. الناجحات يا حلوهم إش كثر وكل واحدة يعني. منو أنت تقولين والله شاطرة هذه الفنانة، شاطرة يعني بفترة قصيرة قدرت أنها هي تسوي اسم وتترك بصمة في الوسط الفني. كل بنات المعهد العالي للفنون المسرحية ما شاء الله عليهم، يعني مود يعني من هذا لهم. فاطمة الصفي ما شاء الله عليها، بثينة ما شاء الله عليها، الخريجات يعني هيا عبد السلام صاروا نجمات أكثر منك؟ ما أحب كلمة نجمات. صاروا ناجحات أكثر منك، نجحوا أكثر منك. ما في شيء أكثر. إذن في عمل واحد أنت وبثينة الرئيسي وفاطمة الصفي وهي عبد السلام، من أول اسم؟ أنا طبعا. أنت وعبير أحمد منو؟ أنا طبعا. لا صريحة بعد ما بقولها كل أسماء الوسط الفني. هذه كانت مواجهتنا لليوم على ريد كاربت. بشوف لمياء طارق في الرفليكشن، وشنو تقول حق نفسها في المراية؟ يلا في ريفليكشن نواجه نجمتنا لهذه الليلة لمياء طارق باعترافات خاصة أمام انعكاسها على المراية. نبيها في هالفقرة تواجه نفسها فقط، وتواجه نفسها بكل صراحة وشفافية، وتعترف أمام المراية وانعكاسها وأضواء النجومية تحيط فيها من كل جهة. هل أنت جاهزة للاعتراف؟ تفضل. أعترف أنا لمياء بإني كل ما أشوف نفسي في المراية أحب في شكلي كلي، أحب في شكلي كلي، وما أحب في شكلي كل شوي خدودي لما أضعف تروح، لازم كل شوي فيلرز، كل شهرين فيلرز. تعبت لأن إبرة الفيلرز تعود ترى. أعترف بإني رغم جمالي إلا أني غير راضية تماماً عن نفسي. راضية تماماً عن نفسي، الحمد لله. أعترف بأن كثرة تقديمي لأدوار في الدراما كشف تكراري لاستخدام نفس الأدوات والانفعالات في كل عمل فني. لا، مسلسل كسر خواطر مثلاً أداء مختلف، الحين أمنا رويحة اليانا أداء واحدة ثانية، أنا أحس نفسي يعني ما أدري، أحس واحدة ثانية قاعد تمثل. طبعاً هذا كله بتوجيهات المخرج محمد القفاص، يعني هو توجيهاته تخليني واحدة ثانية. فلا، الإنسان على يعني الفنان عامة مخرج شنو يعطيه من أدوات، من 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 نص مكتوب، شلون يتلون ويتشكل. أعترف بأن الفنانات يغارون مني بسبب يعني مو بس الفنانات اللي يغارون، يعني إذا بنقول في غيرة يعني في كل مكان في غيرة، بس إن أنا ما بأجزم إن في فنانات يغارون، ما بأجزم على هالشيء، لأن في وايد ناس من أهلي مثلاً يغارون يعني عادي، فمو شرط بس فنانات، ممكن يكون فنانات، خوات، بنات عام، بنات خال، عادي الغيرة موجودة في كل مكان. أعترف بأن زواجي وحياتي الشخصية يلفها الغموض بسبب لأن أنا دائرتي صغيرة وما أحب أوسع دائرتي أبداً، وخطوط حمراء كثيرة في حياتي، نفس ما قلت لك من ساعة دوائر ومثلثات ومربعات ومستطيلات دائرتي، لو شنو يصير ما أحب أحد يخترقها. حضرتك اليوم شلت ضلع واخترقت شوية نوعا ما. أعترف بأنني لم أكن غنية في طفولتي واليوم أنا مليونيرة. طفولتي يعني أبوي الحمد لله قلت لك قبل أنا نولد كان يشتغل في الوفرة بحكم شغله، يعني كان في الوفرة يعني، بعدين أم الهيمان، بعدين الصباحية، يعني مثلاً سي كان يأخذ 100 دينار الحين يمكن 1000 بما يعادل كصرف. بابا يمكن كان يصرف كل 100 علي،
لأن أنا كنت وحيدة، قعدت 7 سنين بروحي، بعدين جت أختي الأصغر مني، فوايد تدلعت. لا يعني كطفولة وكغنى الحمد لله، طبعا الغني الله والغنى غنى النفس، يعني حياتي الحمد لله مرتاحة معيشيا ماديا، الحمد لله مرتاحة، سواء أنا صغيرة قبل الفن، سواء يوم كبرت، سواء الحين وأنا دشيت الفن، في كل أحوالي مرتاحة ماديا الحمد لله. أعترف بأنني غير راضية عن دوري فيه. غير راضية عن دوري فيه مسلسل هو مش غير راضية، هو أنا متحسفة أن أنا خذيته، مسلسل الساكنات في قلوبنا، نفس ما قلت لك من منساء متحسفة وايد. أعترف بأنني على الرغم من أني خريجة معهد مسرحي إلا أنني فشلت على المسرح بسبب. لم أفشل على المسرح، ولكن لا أستطيع أن أرتجل على المسرح، يعني أنا ما عندي حنكة أن أنا أطلع بالعربي بالعامي أستخف دمي على المسرح، يعني ما أقدر، إذا ما كان النص مكتوب بشكل وايد حلو ودمه خفيف أنا ما راح أقدر. عن نفسي أنا أعترف ما أقدر أضيف على النص المسرحي شيء يخلي الجمهور يضحك، ما أقدر، لازم يكون النص بيرفكت مكتوب. طبعاً يعني أكيد الناس كلها تدري نفتقر، الحركة المسرحية تفتقر للنصوص اللي تكون مكتوبة، لازم يكون في نجوم، ما أحب كلمة نجوم بين قوسين، لازم يكون في فنانين يطلعون ويسوون مجهود شخصي منهم عشان يكون في جمهور ييهم كل يوم على خشبة المسرح، طبعاً يعطيهم العافية يعني على المجهود، لهم القدرة على هالشيء. أعترف بأن أصعب درس تعلمته من النجومية هو؟ لا ما في شيء اسمه صعب درس، ما في يمكن الشهرة ككل مش تعلم درس، لا الشهرة ككل تحد من تصرفات الشخص، يعني مثلا أنا ما أقدر مثلا أطلع بلبس بسيط أروح مثلا سي جمعية سوق عادي، لا لازم أطلع بكامل إطلالتي، حتى لو كنت يعني حتى لو كنت مثلا تعبانة أو شيء لازم بسمع على وجهي أضحك، لأن الناس ما لها إلا الظاهر، يعني وي فلانة يعني وجهها تضحك وجهها عبوس ما لهم شغل، فهذه حدت شوية النجومية، حدت من حريتي، بس مش درس، حدت من حريتي. أعترف بأنني قد أعتزل الفن في أي لحظة بسبب نصيب، هذا نصيب، إذا الله كتب ما أدري، يمكن من هني لين وقت الحلقة ينعرض، يعني ما أدري أنا يعني هذا شيء موجود بين لحظة ولحظة، الدنيا تختلف، فما أدري، ما أدري متى بالضبط أنا بعتزل الفن، ما أدري، هذا عند الله، ما أعرف. وايد وقفتوني قدام المنظرة، ما أحب أوقف قدامها وايد ترى. More like a beauty queen from a movie scene. I said, Domani, do you mean I am the one who would dance on the floor and around? She said, I am the one who would dance on the floor and around. People always tell me, be careful what you do. Don't come around, break a young girl's heart. Oh, mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do. The lie becomes the truth and Billie Jean is not my lover. Just a girl claims in the kid is not my son.
She said I am the one, but the king is not my son. Thank you so much, Dax, طلال. على هالغنى الحلو طلال هذه الأغنية غناء منو؟ مايكل جاكسون. مايكل جاكسون. طبعا طلال راح يرافقنا طوال هذا العشاء الرومانسي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. فهو راح يعني يعزف لنا على الجيتار شعر خفيف بعدين عاد. حلو. يغني لنا أغنية ثانية. حلو. مساء الرومانسية. مساء الأكل. مساء الأكل. شكلك مو رومانسية أبدا. لا رام رومانسية بس الأكل الأكل ما شاء الله يعني شكله لذيذ. دمياء شخصية رومانسية. إيه إلى حد ما إيه. يعني مو هالجمال وهالنعومة والرقة اللي نشوفها على الشاشة. إيه. في منها بالصدق. إيه. ما ليش أحسك من أفلام مصر القديمة؟ يعني ما شيء زين طبعا فاتح يعني حمامة إيه طبعا زبيدة ثروت ماجدة الله منو فنانتك يعني المفضلة في أفلام الأبيض والأسود طبعا غير سعاد حسني فاتن الله يرحمهم الله يرحمهم يعني رحمة الله أيه. عليهم فاتن حمامة تحس كذي يعني غير بتيت وكانت تلوقف كل الأدوار كل الأدوار سوتها الشريرة الطيبة الحبوبة الأم المكافحة كل الأدوار يعني ما شاء الله هذيلا خلاص اللي راح ما بيرجعش يا ابني راح وخلاص رحمة الله عليهم فنهم باقي بالضبط وعطائهم الفني باقي إذا بنتكلم عن الرومانسية في الدراما الخليجية هل تشوفين أن هي موجودة ومقنعة؟ موجودة ومقنعة طبعاً الأعمال المشاهدة الرومانسية يعني في أعمال مشاهدة رومانسية مقنعة طبعاً قلت لك الناس تفتقد هالشيء يبون رومانسية شنو أكثر دور رومانسي أديتي وتحسين أنه أثر عليك وأثر على الناس؟ أثر علي وعلى الناس فهما دورين ايه؟ في زوارة خميس ايه؟ يعني لأن من كثر ما أنا كنت أحب رايدي وكان كله يشك فيني وايد أثر المسلسل ايه؟ كله كان ناجح طبعاً وبعد مسلسل وبعد أنا وخالد أمين هذيلا أتوقع إن الأدوار الرومانسية الرجل الكويتي أو الشرقي صعب؟ الرجل في كل حالاته صعب لا يعني الكويتي الشرقي العربي الشرقي نعم صعب صعب شلون لمياء طارق تستطيع أن تتعامل مع الرجل الشرقي كزوج وترضيه؟ يعني ممكن بالحوار بالتفاهم بالنقاش الأمور تصير سهلة أهم شيء الحوار بين أي اثنين لازم يكون في حوار لازم يكون في نقاش عشان اقدر ارضيه لازم اناقشه مش اراوغه نفس ما قلت لا ما تستخدمين معاه كيد النساء لا كيد النساء لا. لا انا احب وايد السلام بيس لا كيد النساء مو شرط انه يبين لا لا بس لا ما يعني لا هذا بينك وبين نفسك هو يكون ما يدري انه هو كيد النساء مش كيد ممكن انا اطنش احقر يعني هذا يمكن يسمونه كيد النساء بس حقران اطنش اكبر عقلي ممكن هذا اي كيد نسا في من كيد النسا صح صادق لما انا احقر اكيد في من كيد النسا انا وايد احقر وحتى اذا فيك كيد نسا ما راح تعترفين ولا راح تقولين يعني وكل بينك وبين نفسك لا قاعد اقول لك ممكن صح لما انا احقر هذا شو يسمونه شو يسمونه اكيد كيد نسا يعني احقر ما اناقش يعني مثلا في شيء مثلا صار غار ما اي اقول ترى انا غيرانه مش لا عادي عادي شو المشكله يعني بس ما اكيد تدري كيد النساء يعني شنو يعني أنا أتعمد إني أسوي شيء وأقهر وأتعمد لا أنا ما أتعمد شيء وكافي من غير شيء أنا يعني قاهرة من غير شيء أنا قاهرة يعني فليش أتعمد ثقة ها الحمد لله مغرور لا ثقة الحمد لله نعم طبعا هذا العشاء مقدم من أم علي هذا كله يعني شغل إيد وايد أوكي. وايد حلو ما شاء الله لذيذ تسلم ايدك ام علي تسلم ايدك مسويه كبب هذا عشان رمضان الاسبوع الجاي تقريبا رمضان كل عام وانتم بخير كبب وورق عنب ومكبوس دياي تعرفين تسوين مكبوس دياي لا مكبوس لا مستحيل هذا الشيء الوحيد اللي ما اعرف اسوي اعرف اسوي معكرونيا ايه اعرف اسوي ستيكات سلطات شوربات الاشياء اللي احبها اكثر شيء مكبوس دياي مكبوس دياي مكبوس لحم العيوش انت شوي بعيده عنها بعيد عنها تحبين تاكلينها؟ احب اكلها بس انها مش باستمرار، انا احب النواشف اكثر. اه بس اليوم راح تاكلين مكبوس دياي؟ راح اكل اي راح اكل والنواشف راح اكل في ربيان ايضا في حلو او كيكه مكتوب عليها ريد كاربت وقهوه وكل شيء. حلو. ثانك يو سو ماتش. تفضلي. ان شاء الله. المكبوس دياي.
متجوز دياي عجيب وراح يصير عجيب اكثر لما طلال داكس يغني لنا اغنيه. احمد غني لنا حق منه طلال؟ الاغنيه انا مؤلفها. انت مؤلفها؟ واو نايس. يلا خلينا نسمع. عجيب طلال الله يحفظك. تغني لهم يا؟ انا قلت تسوين دويتو الحين مع طلال. حرام عليك. نوي ها؟ نوي طبعا. لا لا ما راح ارضى عليك. حرام يعني اكيد يعني. ما راح ارضى عليك. شنو اهم قصه رومانسيه من وجهه نظرك في العالم؟ شنو القصه الرومانسيه اللي انت متاثره فيها؟ يعني غير روميو وجولييت يعني؟ القصص او بالنسبه لك يمكن روميو وجولييت يعني القصص العالميه يعني مثلا انا بالنسبه لي احلى قصه رومانسيه شفتها مثلا تايتانيك. اي كحديث اي طبعا إيه؟ تايتانيك فظيع. منو ما يحب تايتانيك؟ اي انا بس مو قصدي ك يعني كفيلم. انا قصدي لا كقصه حب. انت لما عرفتي قصتها قلتي هل في حب كذي؟ طبعا روميو وجولييت بالقيس بقيس وليلى هذه اللي تقرا من عنتر وعبله لما تقراهم في الكتب. احنا شنو خربطنا الدنيا؟ عنتر وعبلة وعنتر وعبلة لما تقراهم في الكتب صدق تقول في كذي كان قبل. فيعني حلو يعني في كذي. ما ادري في الوقت هذا حاليا هل يكرر الزمن نفسه؟ ما ادري بس نسمع ان في قصص حب كذي. الحب يعني ألم لم يا طارق؟ لا انا حبي عقلاني. يعني انا صدق رومانسية وايد بس انه بعقلانية اكثر. يعني ما عندي ان العاطفة تلغي العقل. لا بعيدا عن لمياء طارق ما بقول النجمة المعروفة الممثلة شلون تعيشين كربة منزل كزوجة كابنة؟ حالي حال أي بنية. حالي حال أي امرأة. مثل ما لي حقوق لي واجبات لازم أحافظ عليها. تواجدي في البيت، السفر مع الأهل، يوم الغداء، يوم حالي حال أي بنت. ما لها علاقة البنت المشهورة هذه، هذه في التلفزيون، هذه في البرامج، هذه في وقت الأكشن، في وقت المسلسلات. أما في البيت لا، هذه أي بنية يعني تمر فيه أنا أمر فيه. شنو أكثر شيء تحبينه بشخصيتك؟ أكثر شيء أحبه في شخصيتي ما أدري. أنت قول. ما أعرف، ما أدري. قوتك؟ قوتي يمكن مو حلوة في بعض الأوقات. يمكن أكون قاسية. يمكن شيء مو حلو. هو حلو في وقتها بس يمكن أكون قاسية مع ناس ما يستاهلون. لا قوتي لا ما أحبها في شخصيتي. كنتي قاسية على أشخاص ما يستاهلون؟ أي. قراب منك؟ بعض المرات أكثر. بعض المرات بين قوسين مش دائما الحياة. لا بعض المرات أكون قاسية. زي مهووسة بجمالك؟ لا مو مهووسة بس أحب أهتم. أحب أهتم يعني أي بنت تحب تهتم بجمالها بأناقتها
بشياكتها، أتوقع كذي أي بنت. والله يا لمياء احنا اللي مهووسين بجمالك واخلاقك العاليه. شكور تسلم. ترى انا جدا احب شكلك. بالنسبه لي هي مثال لل حبيبي صالح. شكرا لك جميله. الله يحفظك ان شاء الله. ترى انا قاعد اقول لها الكلام كاخ يعني عشان ما اكيد طبعا اكيد. احنا تقريبا وصلنا للختام. هذا ختام الريد كاربت واخر نجمه سارت على السجاده الحمراء. ولكن قبل لا ننتهي ونتجول في ارجاء الاستوديو يا لمياء، في كذي جفت بسيط مقدم لك من بعض الجهات. تحبين شاليهات صح؟ فان شاء الله تروحين ويعني تقضين وقت حلو مع الاهل او العائله. هذا من اداره وتاجير افخم واحدث الشاليهات الخاصه فقط بدوله الكويت والمتمثله بالاستاذ فهد الطويل. يقدم لك من مشروع شاليهنا للفنانه النجمه، هم كاتبين النجمه، شاليه في في اي بي مع عائلتك الكريمه. والانستغرام والاكونت مالهم راح يطلع على الشاشه. روح استمتعي ويكند ويك داي حتى في رمضان يعني ان شاء الله. اوكي ايضا في جفت عباره عن ساعه من ماركة الفيرو مارتيني من الشهاب للكماليات، ان شاء الله تطلع يعني الساعة تليق في مقام شلمياء. وسامحينا على القصور يعني كافي انهم تذكروا يعني ما قصروا اكيد. هذه قفل تسلم من ما قصرت قبلهم. ايضا من شوي انت كنتي قاعد تقولين ان انت زايده 6 كيلو. اي والله زايده من مسلسل في امل. اي كان يسمعونا لينز اند دينز دايت سنتر لهم، فحبوا انه يقدموا لك اشتراك النجوم نجوم هوليوود انك تزورينهم المركز ويقدموا لك هديه في ان يوفروا لك نظام غذائي صحي اللي هو مال هوليوود. عاد ما ادري نجوم هوليوود شنو ياكلون. اكثر شيء اكثر ترى اللي هو البروتينات اكثر. اعرف انا مسويتها من قبل. مسويتها معاهم تحديدا ولا مع احد ثاني؟ مع احد ثاني برا برا الكويت. بس اذا في الكويت يا ابوي حلو يعني. في الكويت على مده معينه لين تنزلين الوزن اللي انت تبين توصله بسرعه. ترى هو شهر يعني اقل من شهر ينزل الوزن. انت تبين 6 كيلو ولا اكثر؟ لا ابي اكثر عشان يمديني في رمضان اكل. خلاص على معناته او احنا رمضان جايين عليه فانت اشتركي معاهم في رمضان. لازم لازم يعني ان شاء الله ما قصروا يعطيهم العافيه. نعم فنشكر كل يعني الرعاه اللي كانوا معنا لينز اند دينز دايت سنتر. وارقامهم كل شيء راح يطلع لكم على الشاشه. نقوم لمياء عزيزتي تفضل. انا ابي اخذك كذي بجوله سريعه يلا. على الصور انت بتكون اخر صوره يعني تتعلق هني اذا ممكن تتفضلين. شوفي اوكي اذا ممكن هني. شوف الحين هذا كانوا يعني الحلقات الاولى فنانيك. اي انا بديت في الهام الفضاله الحلقه الاولى كانت في الهام الفضاله وختمت بلمياء طارق. منو انجب؟ منو اقدم؟ انا. اي ما احب كلمه انجب. اي دخلتي معاها عمل وايد مثلتي معاها. اي انا والهام وايد اعمال. بكريم، زوارة خميس، اميمه، وايد اعمال. اوكي اذا لو قلت لك اختاري فنانه من هالفنانين او فنان وتوجهي له كلمه شنو ممكن تقولي له؟ اي احد الاقرب الى قلبك من هؤلاء. هذا البورد الاقرب مش لقلبي، الاقرب ان نشتغل مع بعض في كيمياء بيننا. خالد امين وعبد المحسن نمر. حلو نروح حق البورد الثاني. اوكي البورد الثاني يعني من هذول الفنانين هم رساله توجهينا حق احد كذي على السريع تقولي له احبك ما احبك ليش تغاربين؟ لا احبهم كلهم احبهم كلهم يعني ما عندي مشكله. أسألي. اقول حق سماح الحلقه مالتك كانت وايد روعه معك في ريد كارب. اوكي نروح حق المكان الثاني. اي نروح شو الاستوديو حلو؟ اي وايد حلو. حتساعدني؟ شكرا. طلال طبعا احنا نشكرك وايد اليوم على ان انت موجود معنا في ختام يعني حلقة ريد كاربت. والله يوفقك ان شاء الله اجمعين. شكله مستحي. لا بالعكس يعطيك العافية. ما قصرت وايد حلو عزفك ان شاء الله. تسلم. ثانك يو سو ماتش. تقدر تكمل عزف. تفضلي. احنا مكملين احنا قاعدين نعبر القارات. انت قاعد تعبر القارات اليوم ولا؟ عشان لازم اي والله نعبر القارات. انت ضيفتي كنا في القارات لازم يعني تشوفين كل شيء. هني منو تختارين؟ هني وايد هني هني وايد هني وايد. ايش معنى هني يعني شنو انت ليش عازلهم كذي؟ كذي بالحظ ترى انت شرير. هذول كانوا الضجه كلها هني تقريبا. يلا قولي شي على السريع انا سمعت.
شو أقول لهم؟ اختاري أحد تقولي لها رسالة، أي أحد منهم، شيرين، هنادي الكندري، عبد الرحمن العقر، أسمهان توفيق، شيلاء سبت، أمل العوضي، مرام، حليمة، أي شعيبي، صمود. يعني رسالة حق واحدة في 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 شخص ما عندي، أو حق أحد يعني حق. منو أقرب لك من هذيل؟ أقرب لي كيعني نتواصل، كنتواصل؟ نتواصل مع الكل، كلهم نتواصل معاهم، بس لحاليا معي في المسلسل ماما أسمهان. تحية لها. تحية طبعاً. تحية لها. وكلهم طبعاً تحية لهم، كلهم الكل يعني كل الفنانين يعني تحية لهم، وما قصروا إنهم يوهني عندك في الريد كاربت، وأكيد هم مهمين، لو ما كانوا مهمين كان ما استضفتهم يعني أكيد. أنت مهمة لمياء طارق، النجمة الخليجية اللي نفتخر فيها في الدراما الكويتية من خلال ما تقدمينه. احنا تقريبا نروح احنا راح نعبر القارات مره ثانيه. تفضلي، انا قاعد اسوي لك رياضه. انا حاسه كذي، انا حاسه. وي تفضلي جيبي بالك. احنا وين تعبر القارات صالح؟ يلا ممكن طلالتي هني بالنص، تفضلين هناك لمياء. اوكي وكانت صح، انا اللي غلط. اوكي احنا وصلنا للختام، في ختام برنامج ريد كاربت. انا اشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، خصوصاً أن أنت قليلة الظهور في الإعلام، وختامها مسك. أشكرك. ورمضان على الأبواب. أكيد. شنو توعدين كل جمهورك واللي طالعك؟ طبعاً أحب أشكرك، وايد استمتعت. الله يسلمك. يعني وايد استمتعت معك في اللقاء. أشكر تلفزيون الراي، كل الشباب الموجودين يعطيكم ألف عافية، المصورين، المخرج، استمتعت إني أنا أكون موجودة معاكم. مشاهديني، مشاهدين تلفزيون الراي، مشاهدين كل القنوات، إن شاء الله راح تشوفوني وتتابعوني على الراي في مسلسل أمنا رويحة اليانا، وعندي بعد مسلسل في أمل لحد الحين ما أدري على أي قنوات بينعرض. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم، وعساكم من عواده. الجميلة لمياء طارق كانت ختام برنامج ريد كاربت. البداية كانت مع إلهام الفضالة ونجوم كثر. آسف أن أنا ما راح أقدر أن أنا أذكر الأسماء، ولكن دائما في الذاكرة يكون في البداية وفي النهاية. هذه كانت آخر حلقة فنية لهذا السيزن، إن شاء الله نلتقي في برامج ثانية وفي حلقات ومفاجآت أخرى من الراي. تقبلوا تحياتي وتحيات كل طاقم برنامج ريد كاربت. شكرا جزيلا مره ثانيه لمياء. شكرا، ما قصرت. مع الف سلامه، تصبحون على الف خير.